توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النهارده اللي هو الكاردياك اوت بوت. كاردياك اوت بوت يعني نتاج القلب من الدم، يعني القلب بينتج قد ايه دم. بمعنى اخر يعني القلب بيضخ قد ايه دم في الدقيقه، دقيقه الواحده. فالكاردياك اوت بوت، كاردياك يعني قلب، أو البوت يعني ما أنتجه الدم من القلب في الدقيقة. فكمية الدم اللي هتخرج من القلب في الدقيقة، أو كمية الدم اللي هيضخها القلب في الدقيقة، اسمها كاردياك أوتبوت. الموضوع ده من الأهمية بمكان زي بالظبط الهايبوكسيا اللي كانت في الريسبيريشن، كانت في كل الحالات زي الكنترول أوف بريزنج، ماسك الثلاث حالات. الكارديك اوتبوت برضو ماسك الثلاث حالات بتوع الكارديولوجي، يعني هو اي ال او، المفروض يطلع سؤال في الاجنده في الحاله الرابعه والخامسه والسادسه. يبقى الكارديك اوتبوت هو يعني مغطي الثلاث حالات، فالويت بتاعه برضو في الامتحان عالي. الكارديك اوتبوت هيغطي الحاله الرابعه والخامسه والسادسه. نشوف مع بعض كده، يعني حبيت المحاضرة تبقى في منتصف المسافة، يعني في الحالة الخامسة، يعني بين الرابعة وبين السادسة. ده الكاردياك اوت بوت. دي الاوبجكتيفز بتاعت المحاضرة بتاعتنا النهاردة ان شاء الله. يعني هنتكلم عن الفيسيولوجيكال فاريشن بتاع الكاردياك اوت بوت، الباثولوجيكال فاريشن التغيرات في الامراض وفي الحالة الطبيعية، يعني ايه كلمة ejection fraction، هي العوامل المؤثرة في الكارديك اوتبوت، والكونتراكتيليتي، البريلود ده اللي هو بنسميه الفينوس ريتيرن. البريلود ده هو نفسه الفينوس ريتيرن. الافتر لود اللي هو البلاد بريشر، افتر لود اللي هو البلاد بريشر، الى جانب الهارت ريت. يعني كمان يعني الكونتراكتيليتي والفينوس ريتيرن والبلاد بريشر والهارت ريت، طيب ريجوليشن اوف كارديك اوت بوت والتنظيم بتاعه. في حاجه اسمها انترنسيك ريجوليشن وحاجه اسمها اكسترنسيك ريجوليشن. الكارديك اوتونوميك نيرف، ودي طبعا انكلودد في الموضوع بتاع الفاكتورز ده، اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك افكت على الهارت، وبرده الكيميكال ريجوليشن متمثله في الهرمونز والدراجز، الهرمونال والدراجز اللي بتاثر على الكارديك اوت بوت. ما اتفقنا يعني ايه كارديك اوت بوت؟ يعني ايه كارديك اوت بوت؟ كمية الدم اللي بيطلع من القلب في الدقيقة. كويس، يبقى كمية الدم اللي بتخرج من القلب هنا في الدقيقة، يبقى اللي بيضخها الليفت فينتريكل، يعني الليفت فينتريكل اهو، كمية الدم اللي هيضخها في الدقيقة الليفت فينتريكل او الرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل او الليفت فينتريكل، كمية الدم اللي هيضخها الرايت او الليفت، هما الاثنين نفس القصة. يعني الدم اللي بيتضخ من الرايت فينتكل هو نفسه اللي بيتضخ من الليفت فينتكل بعد كده، يعني بيلف ويروح الليفت فينتكل. كمية الدم اللي هيضخها الرايت او الليفت فينتكل في الدقيقة. طب هنجيبها ازاي في الدقيقة؟ في الدقيقة عشان نحسب الكارديك اوت بوت هنجيب كمية الدم اللي بتطلع في الدقة الواحدة أو في الضربة الواحدة أو في النبضة الواحدة، اسمها الستروك فوليوم. يبقى الستروك فوليوم ده كمية الدم اللي بيضخها القلب في النبضة الواحدة. طب أنا عندي كام نبضة في الدقيقة اللي هو الهارت ريت بقى؟ يبقى الهارت ريت أشوف أنا عندي كام نبضة في الدقيقة وأضربه في كل نبضة بتطلع قد إيه دم، كل نبضه من دول بتخرج قد ايه دم او بتضخ قد ايه دم، اللي هو اسمه ستروك فوليوم. الستروك فوليوم حجم الدم اللي بيطلع في كل نبضه من نبضات القلب، نبضه واحده. انا عندي حوالي 70 ضربه في الدقيقه، يبقى هنضرب اللي بيطلع في الضربه الواحده، نضربه في عدد الضربات، يطلع كميه الدم اللي بتخرج من القلب في الدقيقه. الهارت ريت لما نضربه في الستروك فوليوم هو ده الكارديك اوت بوت. الكارديك اوت بوت محصله نضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم. الهارت ريت بيخضع لمؤثرات او عامل تاثر فيه نيرفاس فاكتورز وهرمونز، يعني في نيرفاس وهرمونز. الستروك فوليوم بيخضع لمؤثرات البلاد فوليوم اللي هو متمثل في الفينوس ريتير،
يعني السيرك فوليوم ده كمية الدم اللي خارجة من كل فنتريكل في الدقة الواحدة، يعني في الضربة الواحدة، في النبضة الواحدة. اللي بيتحكم فيه كمية الدم اللي بتدخل في كل في القلب في كل ضربة اللي هو البلاد فوليوم. بيتحكم فيه برضه يعني اللي جاي اسمه فينوس ريتيرن اللي هو ده. يبقى الدم اللي داخل القلب اسمه فينوس ريتيرن، اللي خارج من القلب اسمه ستروك فوليوم. ستروك فوليوم. طب ايه حكاية الفاسكولار ريزيستنس ده؟ لو تخيلت انا الليفت فينتريكل هيضخ دم في الاورطه في كل ضربه يبقى ده اسمه ستروك فوليوم. طب نفترض ان الضغط عالي في الاورطه، في البلاد فيزلز اهو، ضغط عالي في الاورطه هيعوق خروج الدم من الفنتريكل، يعني هيقلل الستروك فوليوم. يبقى هيعتبر بمثابه مقاومه ضد خروج الدم من القلب. لما يكون انا بضخ دم من الليفت فينتريكل الاورطه والضغط عالي في الاورطه، ده يعوق خروج الدم من الفنتريكل، طلع دم كويس. لكن لو كان الضغط منخفض في الاورطه، الدم هيخرج بمنتهى السهوله من القلب ونضخه تحت ما يسمى ستروك فوليوم عالي. الحاجات دي بتتحكم في ستروك فوليوم. ما قبله اللي هو الدم اللي جاي للقلب اللي هو هيتضخ فيما بعد، كميه الدم اللي داخل القلب اللي هو الفينوس ريتيرن، وما بعده اللي هو متمثل في الاورطه والضغط في الاورطه. بنسمي الضغط في الاورطه ده اسمه افتر لود. ده بنسمي البلاد فوليوم الدم اللي داخل القلب الفينوس ترن ده اسمه البريلود. ما قبل القلب اسمه بريلود، ما بعد القلب من مقاومه يلاقيها الدم اثناء خروجه من القلب بنسميها اللي هو الافتر لود، او بنسميه بلاد بريشر. عشان كده مرضى الضغط المرتفع من اهم مشاكلهم، يعني مرضى الضغط المرتفع اهم مشكله بتقابلهم هما ان الكاردك اوتبوت عندهم بيبقى قليل. ليه قليل؟ عشان هو بيعتبر مثابة من الضغط العالي في الأورطة ده، يعتبر بمثابة من الضغط العالي في الأورطة هنا كده، يعتبر بمثابة مقاومة ضد خروج الدم من القلب. يعني الدم يخرج من القلب يلاقي الضغط فيه عالي قدامه، الدم ما بيخرجش كويس من القلب. فهذه المشكلة إن مرضى الكارديك أوت بوت بيعانوا من نقص الكارديك أوت بوت. الكلام ده لما يكون في بيبان أكتر في الارتفاع الحاد في ضغط الدم. يعني ارتفاع حاد في ضغط الدم يعني واحد كده في امان الله نرفز مثلا او اصابه مشكله فضغطه على فجاه، ضغطه على فجاه بيحس ان هو جاله صداع وبيدوخ ويلحقوني وممكن يغمى عليه ويفقد الوعي مؤقتا. ان لما الضغط بيعلى فجاه ده القلب مش متاقلم مع المشكله دي، فجاه الدم عايز يطلع من القلب لقى المقاومه عاليه، الضغط عالي في الاورطه فمعرفش يخرج. الدم اللي راح للدوره الدمويه في بقيه جسمي بدا يقل، راح للمخ بدا قليل، بدا يجي له صداع، بدات عينيا تزغلل، بدات ادوخ، ممكن اقع ويغمى عليا بصفه مؤقته، بنسميها فينتنج اتاك. ده ما يتعلق بمين؟ بالهارت. هارت تاني. يبقى احنا عندنا دلوقتي عشان نبقى فاهمين القصه اللي احنا بنتكلم فيها، عندنا كل كمية دم بتخرج من القلب في الدقة الواحدة في الضربة الواحدة اسمه ستروك فوليوم. ضربه في عدد الدقات في الدقيقة، الدقيقة الكاملة اسمه الهارت ريت، نضرب ده في ده يديني كارديك أوت بوت. بيتحكم في الستروك فوليوم الدم اللي داخل القلب اسمه فينوس ريتيرن، والضغط اللي في الأورطة وأنا بضغط كده أخبار الضغط في الأورطة إيه، ده اللي بنسميه الفاسكولار ريزيستنس. هنا الهارت ريت بتحكم فيه عوامل عصبيه وعوامل هرمونز او مواد كيميائيه اخرى ودراجز كمان. يبقى الكاردياك اوت بوت، القلب هيضخ كام ملي لتر في الدقيقه؟ اللي بنسميه الكاردياك اوت بوت بيساوي محصله الاستروك فوليوم، الدم اللي بيخرج في كل بيت، كل دقه من دقات القلب في عدد الدقات هو الهارت ريت. اضرب الاستروك فوليوم الهارت ريت. ستروك يعني ضربه، كلمه ستروك يعني ضربه، حجم الدم اللي بيطلع في الضربه الواحده. هم كام ضربه؟ اللي هو عدد ضربات القلب اللي هو الهارت ريت. تضرب ده في ده يديك كميه الدم اللي بتخرج في الدقيقه بير مينيت اهو، ده الكارديك اوت بوت. ستروك فوليوم في الهارت ريت. يبقى الستروك فوليوم عباره عن ايه؟ ستروك فوليوم هو كميه الدم ها اللي بيضخها القلب فين؟ في الضربه الواحده. يبقى الفوليوم اوف بلاد ايجيكتد باي اتش فينتكل، بكل فينتكل كل فينتكل بيضخ قد ايه دم في كل بيت اتريست. المتوسط تقريبا يعني تقريبا المتوسط بيطلع 70 مللي لتر دم، يعني حجم الدم اهو 70 مللي لتر دم في كل ضربه. طيب
حكايه ان ستروك فوليوم بيساوي الاند دايستوليك فوليوم ناقص الاند سيستوليك فوليوم. ايه القصه دي؟ الاند دايستوليك فوليوم من اسمه اند دايستوليك فوليوم، يبقى حجم الدم اللي موجود في كل فنتريكل في نهايه الدايستول، يعني الفنتريكل ملا قد ايه دم في نهايه الدايستول، هو منبسط كده الفنتريكل ملا قد ايه دم، هو ده حجم الدم، هو بحوالي بيساوي 130 مللي لتر، يعني القلب بيملى الفنتريكل بالتحديد كل فنتريكل فيهم بيملى 130 مللي لتر دم، ده في كل كاردياك سايكل، كل سايكل، يعني كل كاردياك سايكل يملى 130، يضخ منهم هو ملى 130 هيضخ منهم 70 يبقى الستروك فوليوم، يتبقى في الكلب في القلب بعد كل كونتراكشن بعد كل سيستول ال 60، بنسمي 60 دي اند سيستوليك فوليوم، يبقى كميه الدم المتبقيه في كل فنتريكل عقب السيستول. الله، يعني في الحاله الطبيعيه في الريست، الدم اللي ملاه الفنتريكل ده ما بيتضخش كله، الدم اللي ملاه الفنتريكل ما بيتضخش كله، بيتبقى كمية دم في القلب. بص كده، لو تخيلت ان ده الفنتريكل وده الدم اللي خارج من القلب اهو، اللي خارج من القلب ده اسمه ستروك فوليوم اللي هم 70 مللي، لكن يتبقى 60 مللي، امال هم كلهم كانوا كام بقى؟ كلهم ده اسمه اند دايستوليك فوليوم بقى، اللي هم ال 60 مللي اللي باقيين زائد ال 70 اللي خرجوا بيبقى 130 اللي بنسميه اند دايستوليك فوليوم. يبقى انا كنت مليت كمية دم في نهاية الدايستول اسمهم 130، ضخيت منهم 70 ستروك فوليوم، يتبقى 60 اسمه اند سيستوليك فوليوم. يبقى الستروك فوليوم بيساوي اللي انا كنت مليته اللي هو ال 130 اند سيستوليك فوليوم ناقص اللي المتبقي اللي هو الاند سيستوليك فوليوم، يبقى ده الفرق بين ده اللي خرج، اللي خرج ده اسمه ستروك فوليوم. هارت ريت، يعني ايه الهارت ريت؟ يعني معدل ضربات القلب في الدقيقه، القلب بيدق كام دقه في الدقيقه، هو عدد الكاردياك سايكل في الدقيقه اثناء الريست ده حوالي في المتوسط 75 مللي او 70 سايكل بير مينيت، مش هنختلف لان هو نورمال زي ما اتفقنا. الهارت ريت يا جماعه هتلاقي في تكست، يعني في بعض المراجع بيقول لك معدل ضربات القلب الطبيعيه من 50 الى 100، وفي مراجع اخرى يقول لك من 60 الى 90 ضربه في الدقيقه، يبقى عدد ضربات القلب بيختلف عادي خالص. خلينا على الرينج الواسع، يبقى من 50 ل 100، المتوسط يبقى 70 ضربه في الدقيقه، في كلتا الحالات المتوسط حوالي 70 او 75 ضربه في الدقيقه، مش هنختلف لانه بيختلف، له بيختلف باختلاف الايج والسكس وحاجات كتير بتاثر في معدل ضربات القلب الطبيعيه، والرياضيين غير الرياضيين، الفيميل غير الميل، الاطفال غير الكبار، وهكذا، حتى في الطقس في البرد غير الحر الى اخره، فالحاجات دي بتاثر في معدل ضربات القلب، ففي رينج واسع من ضربات القلب، نقول من 50 ل 100، يعني في الرياضيين اثناء الريست ممكن تلاقي 50 ضربه في الدقيقه اثناء الريست، يعني واحد رياضي كده معروف ان هو رياضي وهو في الريست كده مستريح هتلاقي ضربات القلب عنده قليله جدا بالمناسبه، يعني ضربات القلب هتلاقي عنده 50 ضربه، ال 100 ده في الناس اللي مش رياضيين بالمناسبه اثناء الريست، يعني ال 100 دي هتلاقي في الناس اللي مش رياضيين نون اثليتيك، يعني في الرجال، هتلاقي الهارت ريت عندهم اقل من الفيميل اثناء الريست، يعني هتلاقي الرجال ضربات القلب عندهم اقل من ضربات القلب في الفيميل اثناء الريست، خلاص في البالغين في الادلت هتلاقي ضربات القلب عندهم اقل من الاطفال. الله، ايه اللي مقللها في الناس الثانيه دي؟ يعني انا لاحظت دلوقتي ان هو ضربات القلب بتبقى قليله في الرياضيين والرجال اللي هو المين وفي الادلت اللي هم البالغين عن الناس الثانيه، اشمعنى دول؟ قال لك لان عندهم دول اثناء الريست الفيجل نيرف شغال بدرجه اعلى شويه من الناس الثانيه اللي بنسميه الفيجل تون. الفيجل تون اللي هو نشاط عصب الباراسمباثيك او الفيجاس نيرف على الاس اي نود بيبقى اعلى شويه من العناصر الثانيه، يبقى في الاسلت اكتر من النون اسلت، في الادلت اكتر من الاطفال، ده الفيجل تون، عشان الفيجل تون ده باراسمباثيك نشاطه اعلى شويه في دول فضربات القلب بتبقى قليله، في الميل اكتر من الفيميل اللي هو الفيجل تون، يبقى الفيجل تون عالي في الرجاله عن السيدات، وبالتالي ضربات القلب في الرجاله تبقى قليله عشان عندهم الفيجاس نيرف شغال اكتر ده اثناء الريست. هذا الفكر، يبقى عندهم حاجه اسمها الفيجل تون اللي هو نشاط العصب الباراسمباثيك المتمثل في عصب الفيجاس اثناء الريست على الاس اي نود، يبقى عالي شويه عن الناس الثانيه. هذا اختلاف ضربات القلب
وليه في رينج من 50 ل 100 وكده، يعني في رينج في ضربات القلب يعني، هو مش حاجه ثابته. لكن في المتوسط جرت العاده نقول ان ضربات القلب الطبيعيه تتراوح من في المتوسط هي 75 ضربه في الدقيقه او 70 يعني. اثناء الكاردياك سايكل التو اتريا بينقبضوا، دول اللي احنا خدناه لان التو اتريا عاملين شبكه لوحديهم اللي بنسميه الاتريال سينسيتيان، متصلين بالجاب جانكشن والانتركاليتد ديسك عاملين شبكه، والتو فينتريكل عاملين شبكه لوحديهم. فالتو اتريا ينقبضوا الاول، تو اتريا ينقبضوا الاول تحت ما يسمى اتريال سيستو، ثم يليه الفنتريكلر سيستو، دول اللي احنا خدناه في الكاردياك سايكل، ثم يليهم الفنتريكلر ديستو، ده اللي احنا درسناه في الكاردياك سايكل. يبقى الكاردياك سايكل فيها اللي هي الفيزس العامه الكبيره اتريال سيستول ثم فنتريكلر سيستول ثم ديستول اوف اول ذا هارت، ده الكاردياك سايكل، تعريف الكاردياك سايكل. في نهايه الاتريال سيستول هي تساوي نهايه الفنتريكلر ديستو، يعني الفنتريكل بيحتوي لارجست اماونت اوف بلاد، يعني لما بينتهي السيستول خلاص ده بتاع الاتريام، ده بيساوي نهايه الفنتريكلر ديستول، يعني الفنتريكل بقى هينقبض يعني وهيبقى في كميه كبيره، هو ده نهايه الديستو. يبقى نهايه السيستول بتاع الاتريام هو نهايه الديستول يتزامن مع نهايه الديستول، بعد كده يليه الفنتريكلر سيستول، بعد السيستول بتاع الاتريام يليه الفنتريكلر سيستول. الاندي دايستوليك فوليوم اقصى كميه دم، اقصى كميه دم هيملاها الفنتريكل في الدايستول، قلت حوالي 130 مللي لتر، يبقى اقصى كميه دم هيملاها الفنتريكل في نهايه الدايستول ده بتساوي 130 مللي لتر اثناء الكارديك سايكل. الاندي سيستوليك فوليوم هو الدم المتبقي في الفنتريكل عقب السيستول، بعد ما القلب بينقبض ويطلع 60 مللي اللي هم طلع 70 مللي اللي هم الاستروك فوليوم، الاستروك فوليوم طلع 70 مللي، القلب الدم المتبقي في الفنتريكل عقب كل سيستول في دم بيتبقى 60 مللي لتر، 60 مللي لتر اسمه اند سيستوليك فوليوم. الاستروك فوليوم تاني هو كميه الدم اللي خرجت، انا مليت 130 في كل سايكل، 130 في الدايستول، ضخيت منهم 70 اللي هو الاستروك فوليوم، يتبقى اند سيستوليك فوليوم 60. هذا القصه بتاعت الديفينيشنز، التعريفات او المصطلحات الخاصه بالكارديك اوتبوت. اللي بعد كده كميه الدم اللي هتخرج في الدقيقه كلها اثناء الريست، اضرب بقى الاستروك فوليوم كميه الدم اللي بتخرج في الضربه الواحده استروك فوليوم، اضربه في عدد الضربات، يبقى ده في ده يبقى 70 متوسط مثلا، ده 70 اللي هو الاستروك فوليوم، ده 70 اهوت في 70 اللي هم متوسط برضو الهارت ريت 70 او 75 مش هنختلف، يطلع حوالي 5 لتر، اللي هدول حوالي 5 لتر في الدقيقه، 5 لتر دم في الدقيقه، هو ده الكارديك اوت بوت. يبقى الكارديك اوت بوت بنسميه المينت فوليوم، يعني كميه الدم اللي بتخرج في الدقيقه، مينت حجم الدم اللي بيخرج من القلب في الدقيقه اسمه مينت فوليوم او اسمه كاردياك اوت بوت، هو يبقى الكاردياك اوت بوت هو حجم الدم اللي بيخرج في الدقيقه كامله، دقيقه كامله حوالي 5 لتر دم، هم 5000 مللي تقريبا، 4900 بالحسابات الدقيقه يعني، او 5000 مللي او 5 لتر في الدقيقه مش هنختلف يعني. ايه حكايه ستارلينج لو اوف ذا هارت ده؟ ستارلينج لو اوف ذا هارت هو لما القلب يملى اكتر، يعني هو يا جماعه ستارلينج اصلا قال لك ايه؟ قانون ستارلينج في الكاردياك والسكليتال ماسل بينص على ايه؟ الراجل ده اسمه فرانك ستارلينج، ده راجل انجليزي طبعا وبتاع فيسيولوجي وخد جائزه نوبل بالمناسبه يعني. فهو قام قال لك طب انت اي عضله يحصل لها ستريتش، اي عضله يحصل لها ستريتش يبقى تعمل كونتراكشن على حسب درجه الاسترتش. يعني ايه؟ لو جبت عضله وشدتها شده خفيفه يبقى الكونتراكشن على قد الشده الخفيفه دي، كونتراكشن يبقى على قدها. طب لو شديت العضله شده اكتر كده، مططتها اكتر كده، يبقى الكونتراكشن يبقى اقوى من اللي قبلها. طب لو شديت العضله شده اكتر كده، يعني لما العضله شدتها حصل لها استرتش اكتر، تدي كونتراكشن اقوى لغايه حد معين ويز الليميت. لو شديت العضله قوي باظت، ما عادش هتنقبض حتى. يبقى عدت حد معين العضله لما تشدها اكتر من اللازم يحصل لها ضعف في الكونتراكشن بقى. لكن احنا بتمشي علاقه طرديه مع درجه الشد، الكونتراكشن قوته بتمشي مع درجه الشد الى حد معين ويز الليميت، عديت الليميت ده الكونتراكشن يضعف. طيب ده ستارلينج قال كده، وبناء عليه ايه اللي هيشد الكاردياك ماسل؟ هو كميه الدم اللي بيملاها القلب. يعني الفنتريكل لما يملا كميه دم قليله في الاند دايستوليك فوليوم، هو ده الكميه اللي بيملاها في الدايستول اند دايستوليك فوليوم، يقوم ينتج على حسب الكميه دي درجه كونتراكشن.
يعني كونتراكشن اهو، يبقى على حسب الدم اللي موجود ده هيمط العضله يعمل لها ستريتش بتاع الفنتريكل تدي كونتراكشن على قد الدم اللي مليته تحت ما يسمى ستروك فوليوم. طب لو ملينا اكتر، لو ملينا اكتر في الحدود الطبيعيه، لسه حدود طبيعيه لارجر ان ذا ستروك فوليوم، لو ملينا اكتر العضله يحصل لها مور ستريتش شويه تتشد اكتر تدي كونتراكشن اقوى اقوى، يبقى كميه الدم اللي خارجه تبقى اكتر لانها تنقبض اكتر، تبقى كميه الدم اللي خارجه الستروك فوليوم يبقى اكتر. يبقى كميه الستروك فوليوم ده اللي عايزين نقصده، الستروك فوليوم بيتناسب تناسب طردي مع كميه الدم اللي هنملاها، هنملاها في الفنتريكل في كل كاردياك سايكل. يبقى على حسب انا هملى قد ايه هضخ قد ايه، يعني هملى اكتر اضخ اكتر، هملى قليل اضخ قليل وهكذا. يبقى ده اسمه الستروك مين فوليوم، الستروك فوليوم. الريزيدوال فوليوم ده اللي هو مين يا دكاتره؟ يعني الازرق والاحمر دول مع بعض هو ده الاندياستوليك فوليوم اهو. يبقى الاندياستوليك فوليوم ده كله، طب انت ضخيت منه ستروك فوليوم، ايه اللي ده المتبقي ده اللي هو الاندياستوليك فوليوم. يعني انت ضخيت 70 وتبقى 60، لكن كله كان 130، يبقى كله كان 130 ضخيت منهم 70 اللي هو الستوليك فوليوم، يتبقى الريزيدوال اللي هو المتبقي اللي هو الاندياستوليك فوليوم ده 60، يبقى 60 وال 70 يديك ال 130 اللي كانوا موجودين. يبقى هنضخ في كل مره، اذا يا جماعه تاني كان في كميه دم بتتبقى في الفنتريكل عقب كل سيستول، القلب ما بيضخش الدم اللي فيه كله، القلب ما بيضخش الدم اللي فيه كله، ما بيفضيش خالص يعني، ما يعملش كومبليت امتنج الا في حاله واحده، في حاله السيفير اكسرسايز، وبالتالي السمباثيك بيبقى شغال على الاخر في حالات الرياضه العنيفه، فبيعصر القلب، بيعصر القلب، عشان كده بيطلع كميه الدم كله اللي موجوده في القلب في كل ضربه. عشان كده الستروك فوليوم بيبقى عالي جدا في الرياضيين اثناء ممارسه الرياضه، اثناء الممارسه بتاعت الرياضه، وكميه الدم اللي بتخرج من القلب اثناء ممارسه الرياضه وانت بتمارس الرياضه بتبقى كتيره جدا، اكتر من المعدلات الطبيعيه، لانك بتعصر عضله القلب عن طريق الكونتراكشن العنيف اللي بيساعدني فيه السمباثيتك نيرفس سيستم، تعمل كونتراكشن قوي في القلب يعصر القلب يطلع الدم اللي فيه كله، وده مهم عشان اجهز العضلات اللي هي نشطه اثناء الاكسرسايز. اداه اللي يبقى فهمنا هنا يعني ستارلينج لو على حسب انا مليت قد ايه، مليت قد ايه درجه الكونتراكشن متعلقه بدرجه الفيلينج او درجه الاسترتش في الكاردياك ماسل. تاني يبقى الاستروك فوليوم بيساوي ايه؟ ها الاستروك فوليوم هو كميه الدم بتخرج في الضربه الواحده، وما هو الا محصله الفرق بين الاند ستروك فوليوم 130 مللي والانسستوليك فوليوم 60 مللي، يتبقى ال 70 ال 70 مللي دول اللي خرجوا بقى. يبقى انا كنت مليت 130 ضخيت 70 تبقى 60، ده اللي بنسميه الاستروك فوليوم. الاستروك فوليوم هو الفرق اهو، انت ده هنا قاعد تملى في الدايستول، انت بتملى تملى في الدايستول، يبقى في الدايستول هنا بتملى دم بكده، وصلت من كام؟ كنت بادئ هنا اصلا، بادئ كان عندك في هنا 60 مللي، مليت عليهم 70 مللي زياده وصلت الكميه 130، يبقى القلب كان فيه 60 مللي متبقيين من المره اللي قبلها، المره ديت تبقى هنا 60 مللي، ال 60 مللي حط عليهم 70 في كل مره القلب يملى 70 يبقى 130، ضخ من ال 130 دول ضخ منهم ال 70 اللي انت خدتهم، يتبقى مين؟ الاندكس ستوليك اللي هم ال 60 تاني وهكذا. يبقى ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاستروك فوليوم، الاستروك فوليوم هو الفرق بين الاندكس ستوليك والاندكس ستوليك فوليوم. طب احنا هنعد ضربات القلب ازاي؟ يعني انا هعرف ضربات القلب ازاي؟ ايه الطريقه اللي اعرف بيها عدد ضربات القلب؟ سهله، امسك ايد المريض عند الراديال ارتري وعد البلس على الارتري على الشريان، خلاص؟ يعني عد البلس على شريان يكون قريب من الجلد شويه زي الراديال ارتري واجينست البون اللي هو في الراديال جروف ده عشان تحس النبض كويس في الشريان، يبقى تعده في على الشريان، او تحط السماعه الاستيثوسكوب على الهارت شخصيا على القلب على صدر المريض وعد بالسماعه، اسمع بقى بودنك يعني وعد، يبقى ده او تشوفه من الاي سي جي. من الاي سي جي هتجيب الهارت ريت ازاي؟ بتقسم 300 300 على عدد المربعات الكبيره بين 2 ار ورا بعض، او 1500 على عدد المربعات الصغيره بين 2 ار، دي طريقه حساب الهارت ريت، ده في الاي سي جي، وده بتاخدوه عندنا في العمل بالتفصيل يعني في الكومنت على الاي سي جي. ماشي، يبقى انا اعرف الهارت ريت بثلاث طرق، لا اما بالبالبيشن اوف راديال ارتري، لا اما بالاسكلتيشن اوف هارت ساوند على الهارت، لا اما عن طريق الاي سي جي، ده طريقه معرفه الهارت ريت. الطريقه الاستروك فوليوم اعرفه ازاي؟ بالايكو، ايكو
كارديوجرام اللي هو الموجات فوق الصوتية على القلب. ده بيطلع لي أول ما أعمل موجات فوق الصوتية بيطلع لي ريبورت كده، ريبورت اللي بيطلع ده بيبقى فيه الاستروك فوليوم بالظبط، كده ده بتخرج من القلب في كل ده. يبقى أنا كل واحد ده عرفت هجيبه إزاي الهارت ريت، وعرفت الاستروك فوليوم هجيبه إزاي، أضربهم في بعض بقى، أضرب ده في ده يديك الكارديك أوتبوت. دي طريقة حساب الكارديك أوتبوت عن طريق المعادلة، ضرب ده في ده، تضرب ده الهارت ريت في الاستروك فوليوم. يبقى على سبيل المثال لو الريستنج ستروك فوليوم 70 مللي اثناء الريست، يعني القلب بيطلع في كل ضربه 70 مللي، ضربات القلب 70 مللي برضه، يبقى الكارديك اوتبوت بيساوي 70 في 70 4700 مللي لتر بير مينيت. في الادلت الكارديك اوتبوت يوجوالي اكسبريسد ان لتر بير مينيت، يعني بنعبر عنه كام لتر في الدقيقه. يعني ال 4900 دول يعني 4.9 لتر في الدقيقه، او تقريبا 5 لتر في الدقيقه. 5 لتر ده التعبير عن الكارديك اوتبوت، بيعبر عنه باللتر في الدقيقه، كام لتر ده ما بيطلع من القلب في الدقيقه. ممكن يوصل ال 5 لتر دول، ممكن يزيدوا يبقى 25 لتر، او يوصلوا حتى 40 لتر في حالات الاكسرسايز، في الرياضيين اثناء اللعب، اثناء الرياضه مش في اثناء الريست. يبقى ممكن يوصل الكارديك اوتبوت ده من 5 لتر يزيد يبقى 25 الى 40 لتر في الدقيقه. ده في الاثليتس اللي هم الرياضيين اثناء ممارسه الرياضه. تاني يبقى الكارديك اوت بوت بيساوي كاردياك ريت، يعني الهارت ريت في الاستروك فوليوم. ما الذي يتحكم في الهارت ريت؟ الباراسمباثيك ده بيقلل ضربات القلب، السمباثيك ده بيزود ضربات القلب. دي الحاجات اللي هي النيرفس فاكتور، يعني نيرفس فاكتور. طب الاستروك فوليوم ده مرتبط بدرجه انقباض الفنتكل. طب درجه انقباض الفنتكل السترينث بتاع الفنتكل دي بيتحكم فيها السمباثيك برضه، ممكن يزود درجه الكونتراكشن فيزود الاستروك فوليوم. طيب ايه تاني ياثر في الاستروك فوليوم؟ اللي هو قلنا تاني اللي هو الاند دايستوليك فوليوم، يعني كميه الدم اللي هنملاها في القلب في كل كارديك سايكل، كل مره في الدايستول هنملى قد ايه، وكل مره هنملى قد ايه، ده يتحكم في درجه الاسترتش بتاع الكاردياك ماسل. انت مليت كتير يبقى عضله الفنتكل هتتمطى اكتر، فبقى استرتش اكتر، كل ما يحصل استرتش اكتر تزود لك قوه الكونتراكشن فتزود الاستروك فوليوم. طب ايه تاني الاندستريك ده فوليوم، ده مين اللي بيتحكم القلب يملى قد ايه؟ يعني مين اللي بيتحكم القلب يملى قد ايه؟ اللي هو كميه الدم اللي هتدخل القلب اللي هو الفينوس ريتيرن اللي هو البريلود. يعني انت هتملى اكتر، قصدي الدم هيدخل القلب اكتر اللي هو الفينوس ريتيرن اللي هو الدم الراجع من كل جسمك الى القلب، اسمه فينوس ريتيرن او اسمه البريلود. ده هيبقى كل ما تملى اكتر كل ما الاندستريك فوليوم يزيد، وكل ما يزيد حسب قانون فرانك ستارلينج او الاسترتش يزيد، كل ما الاسترتش يزيد الكونتراكشن يزيد، فيزود الاسترتش فوليوم وهكذا. نملى كتير نضخ كتير. طيب امال مين ده بقى؟ المين ارتيريا بلاد بريشر، يعني ضغط في الاورطه. ده الضغط في الاورطه، ضغط في الاورطه متوسطه اخباره ايه؟ لو الضغط عالي في الاورطه ده بمثابه مقاومه ضد خروج الدم من القلب فيقلل الاستروك فوليوم. لو الضغط عالي في الاورطه وده بيحصل في مرضى الضغط المرتفع، يقوم يقلل كميه الدم اللي خارجه من القلب. لو الضغط منخفض القلب هيطلع الدم هيطلع بمنتهى السهوله من القلب فيزود الاستروك فوليوم. يبقى المقاومة التي سوف ألاقيها وأنا خارج من القلب متجه إلى الأورطة، لو عندي ضغط عالي في الأورطة هيعوق خروج الدم من الفنتريكل، ده يبقى يقلل الاستروك فوليوم. لو الضغط منخفض في الأورطة ده يخرج دم كتير اللي هو يزود الاستروك فوليوم وهكذا. يبقى الكارديك أوت بيساوي الكارديك ريت، هارت ريت، والعوامل المؤثرة في كل واحد فيهم اهوت على الدياجرام اللي قدام حضراتكم. يعني ايه كاردياك اندكس بقى؟ مصطلح اخر. يعني ايه كاردياك اندكس؟ كلمه كاردياك اندكس يعني معناها كده بالعربي كده هو نصيب المتر المربع من مساحه سطح جسمك قد ايه دم في الدقيقه، يعني كتغذيه دمويه. يا ترى المتر المربع من مساحه سطح الجسم بيروح له قد ايه دم في الدقيقه؟ الله، يعني كده انا مضطر احسب بقى الكاردياك اوتبوت للدم اللي بيخرج من القلب كله، يعني الدم اللي خارج من القلب كله اسمه كاردياك اوت، واقسمه على مساحه سطح الجسم اللي هو السيرفيس اريا. سيرفيس اريا يوم يديني نصيب المتر المربع الواحد من مساحه سطح الجسم دي قد ايه في الدقيقه، ده اسمه كاردياك اندكس. فانت لو قسمت الكاردياك اوت بوت اللي هم الخمسه لتر دول، 5 لتر ومتوسط مساحه سطح الجسم بالمناسبه يعني عباره عن 1.7 متر مربع، يعني 1.7 سكوير متر، متر مربع. يبقى الكاردياك اوتبوت 5 لتر بيطلع مقسمهم على مساحه السطح بتاع الجسم بتاع في المتوسط الشخص الطبيعي اللي هم 1.7،
يبقى 5 على 1.7 يطلع لك الناتج 3.2 من 10 لتر دم بيروحهم لكل متر مربع او سكوير متر في الدقيقه. هو ده الكاردياك اندكس. يبقى الكاردياك اندكس هو نصيب المتر المربع من مساحه سطح الجسم في الدقيقه قد ايه دم. واحد هيقول له طب انت عرفت هتجيب الكاردياك اوت بوت ازاي؟ هتجيب الهارت ريت في الستروك فوليوم، عرفت كنا هنجيب كل واحد ازاي؟ يعني الهارت ريت قلنا هنحسبه بثلاث طرق، لكن الستروك فوليوم هنجيبه بالايكو كارديوجرافي، يبقى عرفنا ده. طب ده هجيبه ازاي؟ البادي سيرفيس اريا، عن طريق حاجه اسمها دوبوا شارت. دوبوا شارت، دوبوا شارت اهي، ده اسمه دوبوا شارت. الراجل ده راجل فرنسي، عمل اللي قدام حضرتك الشارت اللي قدامكم دي، من خلالها ممكن احسب مساحه السطح بتاع جسم اي حد فيكم. اعمل ايه؟ اوزن الشخص ده، الويت اهو، الويت احطه على المحور الافقي ده، الهوريزونتال ده، اكسس ده، يبقى الويت هنا 20 كيلو جرام 30، ده وزن الشخص 40 كيلو جرام 50 60 احط هنا، وهنا اللي هو الطول بتاعه الهايت، طول بالسنتيمتر، يبقى هنا الطول بالسنتيمتر، طول الشخص ده بالسنتي، وادي وزنه. طب اعمل ايه؟ والكيرفات دي جاهزه، الكيرفات دي موجوده على الدياجرام ده، جاهزه على الشارت دي، جاهزه كده، يعني المنظر ده بتاع الشارت الطبيعي. طب انا هعمل ايه كدكتور بقى لما يجي لي مريض وعايز احسب له مساحه السطح؟ طب انت يا دكتور عايز تحسب مساحه السطح للمريض ليه؟ ابسط حاجه يا دكاتره، انا بحسب مساحه السطح للمرضى عشان احسب لهم الدوز بتاع الدراجز، جرعه الدواء اللي هياخدها المريض ده، ده عن طريق مساحه السطح بتاع كل بني ادم. يبقى انا بحسب جرعه الدواء اللي هديها للمريض او العلاج اللي هديهوله عن طريق مساحه السطح بتاعته، اللي هي متعلقه بتجمع ما بين وزن هذا الشخص وطوله. طيب نفترض نلعب اللعبه مع بعض شويه، واحد وزنه 70 كيلو، يبقى احط اهو هنا، او احط هنا وزنه وانا بعد ما وزنته طلع 70 كيلو هنا كده يعني. خلاص يبقى انا هاخد هنا نقطه اهو، 70 كيلو هنا اعلم هنا نقطه. وطلع طوله مثلا 170 سم اهو. يبقى احط هنا نقطه 170. طب مساحه سطحه تبقى كام بقى؟ قال لك انت خد خط كده، خط كده عمود هنا على ال 170، اشترط 170، خد عمود كده على ال 170 اهو. وخد عمود على ال 70. وتقاطع العمودين بين ال 70، شوف اهو انت وزنه 70. اطلع بعمود كده، يعني خد عمود اهوت وعمود على ال 70، هيتقاطع العمودين مع بعض في النقطه دي. النقطه دي تقع على انهي منحنى في دول؟ منحنى ده اهو. تقع على المنحنى ده اهو. المنحنى ده مكتوب عليه كام؟ شوف مكتوب عليه كام؟ مكتوب عليه طبيعي، مكتوب 1.8 متر مربع، 1.8 1.8 من 10 متر مربع. اذا مساحه السطح للشخص اللي وزنه 70 كيلو وطوله 170 سنتي بتبقى هي على المنحنى ده، على المنحنى ده، لان التقاطع جه على المنحنى ده، اللي هو اقرا بقى الرقم اللي على المنحنى اهو، رقم اهو، او الرقم ده اهو، رقم اهو 1.8. طب شوف اي وزن يعجبك، واحد طلع وزنه 60 وطوله مثلا 160، خد مثلا يعني براحته، ده 160 خده كده العمود اهوت، وده العمود بتاع ال 60 اهو، ال 60 والعمود دهوت، وهيتقابلوا على الايه؟ على المنحنى ده، ده اقرب منحنى يتقابلوا عنده. يبقى شوف الرقم اللي موجود عنده، يبقى 1.6، يبقى 1.6 من 10. على فكره ديت مش 20، دي 2 مثلا، بس مش باين الصفر اهو، صفر اهو، 2، دي 1.8 من 10، 1.9 من 10 سوري، 1.7 من 10، 1.6 من 10، 1.5، دي 1 وهكذا، يعني تفهمين قصدي؟ يعني ديت المناظر اللي شايفينها ديت، دي 1.5، دي 1.4 من 10، 1.3 من 10، 1.2 من 10، 1.1 من 10، 1.9 من 10، 8 من 10. دي مساحه السطح يا جماعه، دي 1.2، دي 2.1 من 10، 2.2 من 10، 2.3، يعني دي على فكره طبقها على اي شخص في الدنيا يطلع لك مساحه السطح بتاعته. انت جبت مساحه السطح، ارجع بقى حط الكاردك او الدوت اللي احنا حسبناه في الهارت ريت في الاستروك فوليوم ده، اقسمه على مساحه السطح اللي انت طلعتها بدوبوا شارت، يطلع لك اللي هو الكاردياك اندكس. كاردياك اندكس ان هو معامل الكاردياك اوتبوت، وده المعامل بتاعه. ماشي، ده طبعا بيختلف باختلاف الاشخاص، لان مساحه السطح دي بتختلف باختلاف الاشخاص، والكاردياك اوتبوت فيه فاريشن برضه باختلاف الاشخاص. الهارت ريت بيختلف من شخص للاخر، وهنا السيرفيس دي بتختلف من شخص للاخر حسب وزنه وطوله. طالما دول مختلفين يبقى الاندكس هيختلف من شخص للاخر، لكن في المتوسط 3.2 من 10 لتر في الدقيقه لكل متر مربع من مساحه سطح الجسم. يعني ايه مصطلح ايجيكشن فراكشن؟ ايجيكشن فراكشن من اسمه كده، من اسمه فراكشن يعني الجزء، الجزء البارت، بارت يعني الجزء، فراكشن الجزء اللي اتضخ، اللي اتضخ او اللي تم ضخه، ايجيكشن تم قذفه،
يبقى الجزء الذي تم قذفه من القلب، نسبة الدم اللي تم قذفه من القلب بالنسبة للي كان موجود، الدم اللي كان موجود في كل دايستول اسمه ايه، دايستوليك فوليوم، انت ضخيت منه اهو الجزء اللي اتضخ اهو، اللي هو الفراكشن، اللي هو الفراكشن اللي اتضخ اهو اللي تم ضخه ستروك فوليوم، انت ضخيت 70 مللي من كل 130 مللي كانوا موجودين، كان موجود 130 مللي ضخيت منهم 70، نسبة اللي اتضخ ده اللي هم 70 الى 130 النسبة بتاعتهم كام؟ هو ده اسمه ايجيكشن فراكشن. الريجكشن فراكشن هنجيب الاستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم ونضرب في 100، ده يطلع لك نسبة الدم اللي انت ضخيته من اللي كان موجود، ده يمثل حوالي كام؟ 65 ل 70% ده النورمال ايجكشن فراكشن نورمال. هو ده اندكس فور وات؟ يعني انا لما بحسبه، انت موجود عندكم في السيناريو بتاع الحاله بالمناسبه ايجكشن فراكشن، يعني موجود في السيناريو بتاع الكيس ايجكشن فراكشن يساوي كذا، ده كان موجود في الكيس كيس 4، كيس 4 ايجكشن فراكشن يساوي كذا. ايجكشن فراكشن ده هو الاستروك فوليوم على الاند ستروك فوليوم في 100. طب ده يمثل ايه؟ قال لك يمثل درجه الكونتراكشن، ده معيار ومقياس لدرجه انقباض عضله القلب، عضله الفنتريكل. ازاي؟ عشان كده لما هنلاقيه قل يعني الكونتراكشن يبقى ضعيف، يعني معنى كده ان في هارت فيلير. طب الكونتراكشن لما يبقى ضعيف يا جماعه بتاع الفنتريكل يبقى الاستروك فوليوم هيقل، ده اللي خارج من القلب هيبقى قليل، لما تقسم القليل ده على ال 130 يطلع النسبة قليلة أقل من كام؟ من 65 ل 70، أقل تطلع نسبة قليلة، يبقى ده هارت فيلير، وده يشخص هارت فيلير على طول، ده معناه إن في نقص في الكونتراكشن بتاع القلب، ده هارت فيلير، ده هبوط في القلب، يبقى هو إنديكيتور لمين؟ بتاع ده إنديكيتور لدرجة الكونتراكتيليتي بتاع الكارديك مصر، درجة الكونتراكتيليتي، وده على فكرة بيطلع برضه بتحسب يعني من غير احنا ما نقعد نحسب كده، هو برضو الريبورت التقرير بتاع الايكوكارديوجرافي اللي هو الموجود في الصوتية على القلب بيقول لك الاستروك فوليوم بتاع المريض ده بيساوي كذا، والكاردياك اوتبوت بيساوي بتاعه يساوي كذا، والايجكشن فراكشن بتاعه بيساوي كذا، بيطلع في الريبورت بتاع الجهاز اوتوماتيك. لكن انت لو عايز تحسبه هتحسب بقى الاستروك فوليوم على اند ستروك فوليوم تضرب في 100 يطلع 65 ل 70، لو قل عن كده يبقى الكونتراكشن ضعيف، يبقى احنا دخلنا في حاله الهارت فيلير، لو اكتر من كده يبقى ده واحد بيلعب رياضه بقى او نورمال، يعني ده الدوب وشرط اهوت اللي بنحسب منه السيرفيس اريا، مساحه سطح الجسم بتاع اي شخص. الحكايه دي في الاطفال اكتر يا جماعه، الاطفال بنديهم الجرعات بتاعتهم حسب مساحه السطح دي، الاطفال الصغيرين. يبقى الايجكشن فراكشن تاني، انت مليت كام؟ كل اللي مليته اند دايستوليك فوليوم، ضخيت منه قد ايه ستروك فوليوم، اللي انت ضخيته بالنسبه للي كان موجود هو ده اللي بنسميه الايجكشن فراكشن. ايجكشن فراكشن يعني هو لو قل عن 50 بالتحديد ده حاله بتبقى تشخص هارت فيلير على طول، اثناء الاكسرسايز طبعا هيبقى اعلى، طبعا هيبقى الكونتراكشن قوي، والايجكشن فراكشن ممكن يعدي 90% كمان، يعدي 90% كمان. الريجين في بيساوي الستروك فوليوم على الاند ستروك فوليوم في 100. يعني ايه هايبر افكتيف هارت؟ هايبر افكتيف هارت، هايبر افكتيف هارت ده يعني بيتاثر بالنرفس والكاردياك هايبرتروفي، يعني القلب بسم الله ما شاء الله بيطلع كاردياك وجود بنسبه عاليه، ده هايبر افكتيف اعلى من الطبيعي، يبقى ممكن يتاثر بالنرفس متمثل في السمباثيك نيرفس سيستم، هيزود الكونتراكشن، هيزود الستروك فوليوم، هيزود كفاءه القلب في الاداء، هايبر افكتيف. او كارديك هايبرتروفي اللي هو التضخم الحميد في عضله القلب، الحميد لان في تضخم مرضي. هو الهايبر افكتيف زي ما انت لما تيجي تلعب رياضه بتلاقي عضلات كده البايسبس وبتاع ده بقت بسم الله ما شاء الله العضله كبيره كده، برضه القلب بيبقى عضلاته كبيره وبيبقى مؤثر وبيضخ دم كويس لحد معين طبعا. ده بيبقى في الاكسرسايز قلنا بنضخ الخلايا ممكن نوصل 40 لتر كاردك اوت بوت بدل 45 لتر في الدقيقه في الماراثونز بقى اللي بيجروا في الماراثونز ومش عارف ايه الرياضات العنيفه. يعني في الاورتيك فالف ستينوزس دي مشكله لباس يد، بالرغم اللي هو القلب بيضخ جامد جدا والكونتراكشن قوي جدا، لان انت عندك هنا مشكله في الاورتيك فالف ستينوزس في ضيق في صمام الاورطه، ضيق هناك ضيق في صمام الاورطه بيعوق خروج الدم من الفنتريكل، لان صمام الاورطه ضيق فالدم ما بيتحوش في الفنتريكل، الدم لما يتحوش في الفنتريكل يزود الاند دايستوليك فوليوم، يزود الاسترتش حسب قانون ستارلينج، هيد كونتراكشن قوي جدا
عشان يتغلب على الضيق اللي موجود في صمام الاورطه ده ويطلع الدم ويطلع الكاردياك اوتبوت. يبقى الهايبر افكتيف ده خاص بدرجه الكونتراكتيليتي في الكاردياك ماس. هايبو افكتيف يبقى الكونتراكشن ضعيف، ده في الامراض بتاعه الفالفولار ديسيز، الامراض اللي هي الاند ستيج بتاع الفالفولار ديسيز في نهايه هي الاورتيك ستينوزيس. ده في الاول الكونتراكشن بقى قوي، بالتدريج الكونتراكشن بيضعف لان الاسترتش بيزيد اكتر من اللازم، اوفر استرتش في الكاردياك ماسل ده يقلل الكونتراكشن. هنا زياده الاوت بوت بريشر اللي هو زياده الارتيريا بلاد بريشر، الضغط في الاورطه، ده يعوق خروج الدم من الاورطه ويضعف القلب وممكن يؤدي الى هارت فيلير في الاخر، يجهد عضله القلب، ده يجهد عضله القلب ويعمل هارت فيلير. الجينيتال هارت ديسيز امراض القلب الوراثيه، المايوكاردايتس التهاب عضله المايوكارديوم في القلب، كاردياك انوكسيا ما فيش اكسجين خالص، او التوكسيست زي الدفتريا او التيفود التوكسينز بتاعتهم، امراض الدفتريا والتيفود التوكسين بتاعتهم بتضعف عضله الميوكارديوم فتقلل الكونتراكشن في القلب، بتعمل هايبو افكتيف هارت. الفاريشن بتاع الكاردياك اوت، اختلاف الكاردياك اوت بوت، في اختلاف فيسيولوجي في اختلاف باثولوجي، في اختلاف حميد اللي هو الاختلاف الطبيعي في الكاردياك اوت بوت، وفي اختلاف مرضي. هو الفينوس ريترن ده هو العنصر الرئيسي المؤثر في الكاردياك اوتبوت، يعني كميه الدم اللي بيملاها القلب، اللي الدم اللي بيدخل من السوبر فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا للرايت اتريا، واللي بيدخل في الليفت اتريا من اللي جاي له من الفور بالمونري فينز، ده اسمه فينوس ريترن. يبقى الفينوس ريترن ده الدم اللي بيدخل في الاتريام الاذين، يبقى حجم الدم اللي هو بيدخل ريتيرن اللي بيعود الى القلب من البريفرال فينز في الاورده الطرفيه، ده الفينوس ريتيرن. ولما بنطلقه بنقصد بيه اكتر المصطلح ده، نقصد بيه اكتر هو الدم اللي جاي في السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا من الجسم كله بيصبه في الرايت اتريوم. اذا المصطلح ده ان لم نحدد يعني لو قلت فينوس ريتيرن كده يبقى انا اقصد بيه ده الدم اللي هو داخل الرايت اتريوم اللي جاي في السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا، ده اسمه فينوس ريتيرن. لكن لما نقول على ما نتكلم بقى على الليفت اتريوم لازم نقول البالمونري فينز، لازم نحدد اللي جاي من الرئه يعني. يبقى الفاريشن بتاع الكاردياك اوتبوت لا اما فيسيولوجي لا اما باثولوجي. طب الفيسيولوجي لا اما نزيد عن المعدل الطبيعي او نقل عن المعدل الطبيعي، برضه الباثولوجي لا نزيد لا نقل، ما هو الاثنين بقى في حاجات كده مش الباثولوجي دايما مش زي ما انتم متخيلين تقل يعني، ممكن نزيد. طب فيسيولوجي ايه اللي يزود الكاردياك اوتبوت؟ طبيعي بعد عملية الهضم اهو بيزيد 25% في الورمس، لما تتدفى كده ودرجة حرارتك تبقى اعلى من المعدل الطبيعي كده يبقى 25% زيادة في الكارديك اوتبوت. الايموشنز بتزود واحد فولد، بتزوده مرة يعني. البريجننسي اتنين فولد، بيزيد اتنين فولد، وان فولد ده يعني 100%، اتنين فولد ده يعني 200% عن المعدل الطبيعي. ماسل اكسرسايز بيزيد 500 ل 700% اهو، يعني 7 مرات قد المعدل الطبيعي اهو، قلنا هوصل 40 لتر تقريبا. طب بص كده، ده الفسيولوجي، ده الزياده في الحالات دي. طب النقص اثناء الوقوف، لما تقف لفترات طويله تحس ان انت دخت وبتاع، لان الكارديك اوت بيقل، دم اللي خارج من القلب بيقل، معدل الربع 25%، البرد بيقلله 25%. طب الباثولوجي، الانيميا بتزوده، الانيميا بتزوده، الانيميا نقص كرات الدم الحمراء بيقلل زوجه الدم، لزوجه الدم الفيسكوستي بتاع الدم بتقل، فسرعه الدم بتزيد، فالقلب بيملى بسرعه فيزود الكارديك اوت. يعني في الانيميا بيبقى عندهم زياده في الهارت ريت. في الميترا في برضه في الميترال ريجيرج، في الميترال ريجيرج خلاص ميترال ريجيرج، وفي الفيفر، الفيفر ميترال ريجيرج ده يعني ارتجاع الدم في الصمام الميترالي. هو الدم كله في انت الدم يعني انت بعد ما الدم ينزل في الليفت اتريوم يطلع تاني للليفت، سوري ينزل من الليفت اتريوم للليفت فينتكل يرجع تاني، هو رجوعه ده هتبقى يضاف الى كميه الدم اللي بيملاها اصلا طبيعي، يبقى هيجي لك دم اكتر المره اللي بعدها وهكذا. ده باثولوجي. وفي الفيفر، فيفر والهايبر ثايرويديزم اللي عندهم حمى وزياده نشاط الغده الدرقيه، وفي الاورتيك ريجيرج ارتجاع الدم في صمام الاورطه، كل الحاجات ديت بيزيد فيها الكارديك اوت بصوره مرضيه. طب بيقل بصوره مرضيه في حالات ايه؟ الزياده المرضيه في ضربات القلب او النقص المرضي في ضربات القلب، بمعنى لو ضربات القلب زادت اكتر من 100 او قلت اكتر من 50، في كلتا الحالات الكارديك اوت بيقل، وهنفهمها بعد شويه. يبقى لو ضربات الهارت ريت لو زاد اكتر من 100 او اقل عن 50 يبقى ده بيقلل الكارديك اوت. يعني ايه تغير تغير مرضي في ضربات القلب فوق ال 100 وتحت ال 50 ده يقلل الكارديك اوت. نقص الكورونري بلاد فلو يعني اللي في الاسكيميا، نقص البلاد سبلاي لعضله القلب، هيجيب دم منين عشان ينقبض القلب؟ يعني القلب نفسه ما بيتغذاش كويس بالدم،
ناقص الكورونري بلاد فلو ناقص البلاد فوليوم اللي هو الفينوس ريتيرن. يبقى لما نطبق قانون ستارتنج كونتراكشن هيضعف هيقلل الكارديك اوتبوت. حالات الهارت فيلير هبوط القلب فالفولار ريجن عندك صمام ضيق هنخرج دم ازاي؟ لما يكون في اورتيك ستينوزس مثلا الدم اللي هيخرج اكيد قليل، ما هو الصمام الاورطة ضيق هيخرج دم منين بقى؟ مثلا ده فالفولار ريجن. هنا يعني لما نحب نلخص نلخص الكارديك اوتبوت بيزيد في حالات ايه؟ كلهم حرف في حرف اي اهو اي كله اهو اي. يعني الاكزايتمنت اللي هي الايموشن والسمباثيتك والكلام ده بيزيد 100%. في الاكسرسايز بيزيد 700%. في الايتنج يعني بتاع الدايجيشن يعني والاكل 30% او 25%. اكسبوجر تو هاي تمبريتشر نتيجه الفازودايليتيشن. الابينفرين اللي هو الادرينالين بينشط البيتا 1 ريسبتور بتاعت الكونتراكشن يزيد الكونتراكشن في عضله القلب. الاند اوف بريجنسي في الفترات في الشهر التاسع من الحمل يعني في الحمل في نهايه الحمل فتره الحمل بيزيد الكاردك اوت بوت في الحوامل. ده ملخص يعني بيزيد في حالات ايه الكاردك اوت بوت، بيقل في حالات ايه الكاردك اوت بوت برضه جنرال بصوره عامه لما تقعد لفترات طويله او تقف لفترات طويله او تقف فجاه من اللاينج بوزيشن. انت نايم كده قمت واقف فجاه تحس انت دخت كده يعني مؤقتا طبعا، يبقى ستاندنج من اللاينج بوزيشن كنت نايم وقمت واقف فجاه. رابت اريزميا هي زياده في ضربات القلب، القلب مش هيلحق يملا، زياده غير طبيعيه يعني مرضيه في ضربات القلب اللي بنسميها اريزميا زي الباروكسيزم التاكي كارديا كده. خلاص دي بتعمل ايه؟ دي بتزود الهارت ريت فبتقلل الفتره بتاعه الدايستول فبتقلل الفيلنج، القلب ما بيلحقش يملا كويس فمش هيضخ دم. لو عايزين هو ملاش كويس هيضخ دم ايه بقى؟ امراض القلب زي الانفاركشن يعني حته ماتت في عضله القلب هتقلل درجه الكونتراكشن طبعا تقوم تقلل الكارديك اوتبوت يحصل له ديكريس. الكارديك اوتبوت لا يتاثر بالنوم يعني في النوم الى حد ما طبيعي، وفي المودريت تشينج في التمبريتشر يعني درجه الحراره المعتدله يعني بدرجات الحراره المعتدله لا يتاثر الكارديك اوتبوت يبقى طبيعيا، واثناء النوم الى حد ما بيبقى طبيعي. احنا عشان نحدد الكارديك اوتبوت عشان احنا نحدده يعني ونقيسه الحيوانات، وده بيبقى في التجارب عامه والابحاث بتاعتنا الاكاديميه والكلام ده يعني عشان نثبت تاثير دواء على حاجه او كلام من هذا القبيل. يعني كل الادويه يا جماعه اللي حضراتكم بتشوفوها ديت او بنديها للمرضى اتطبقت الاول على الحيوانات الانيمال قبل ما ننقلها على البني ادمين. اتعمل تجارب على الحيوانات الاول في الانيمالز، وفي حاجه اسمها هارت لانج بريباريشن هوريكم صورته دلوقتي. بناخد ارنب مثلا او ضفدعه او كلب حتى ونطلع القلب والرئه كده بره ونشتغل عليهم في المعمل مع نفسهم بره ايزوليتد هارت لانج بريباريشن يعني يخرجوا بره الجسم ونقعد نشتغل عليهم تجارب بره. في الهيومن بينج طبعا ده هنقيس الكارديك اوتبوت في البني ادمين، طبعا مش هنقعد نطلع قلبه بره ده يبقى الراجل انتهى. بنعمل حاجه اسمها دايركت فيكس برنسبل او انديكيتور دايليشن تكنيك باستخدام صبغه معينه يعني او الايكارديوجراف هو ده اللي احنا بنستخدمه بقى. يعني كلينيكالي بنستخدم ده اللي هو جهاز الموجات فوق الصوتي على القلب اللي هو الايكوكارديوجرافي، هو ده اللي بيقيس الكارديك اوتبوت في البني ادمين وده اللي احنا شغالين بيه حاليا. لكن في الحيوانات ده بنقيسه في التجارب اللي هي خاصه بالحاجات البحثيه والاكاديميه عشان نثبت تاثير دواء او نشوف حاجه او نشوف نجرب او دواء بيعمل ايه في القلب الى اخره. ممكن نقيسه في الانيمال او في الهيومن. اهو ده اللي انا قلت لحضراتكم عليه، ده القلب اهو بتاع ضفدعه بتاع ارنب بتاع كلب الى اخره، ده القلب بتاع اهوت واللنج بتاعته، هم دول اللي بناخدهم من الكلب بنشرحهم وناخد ده ونوصله بقى بانابيب بره خارج الجسم بقى خارج جسم الكلب بقى. انابيب ديت بقى عندنا اجهزه بقى في المعمل بنوصل كده ونقيس بقى، نقعد نملى هنا يبقى ده فينوس ريتير نملى كده ونشوف هنملى قد ايه، كل ما نملى هنا الدم هيمر كده هيمر هنا ويقعد ده الفينوس ريتير اهوت والدم هيلف يلف يلف ويروح لللنج كده ويجي كده ويرجع، وبعدين نشوف هنجمع قد ايه دم، نجمع بقى قد ايه دم هنا، بنجمع نقول بتاع ده بنقفل ونفتح هنا، نجمع نملى قد ايه ونجمع قد ايه، هو ده اللي نملى ونظبط الحراره عن طريق ده ونظبط الريزيستنس عن طريق ده الى اخره. يعني ده اللي هو ستارلينج هارت لانج بريباريشن اللي بنستخدمه في الحيوانات، وده بقى فور انترست بس يعني، لكن ده مش ايه ما يهمكوش قوي بالطريقه اللي. لكن ده مهم طبعا على المستوى الاكلينيكي المستوى الاكاديمي. ايه الديترمينانت الاساسيه في كارديك، يعني ايه اللي بيحدد الكارديك اوتبوت بصوره رئيسيه؟ هي العوامل المحدده اللي بتتحكم في ما يسمى كارديك اوتبوت. احنا خلاص من واقع اللي احنا عرفناه نستنتج
الكارديك اوتبوت ده الهارت ريت عامل مؤثر فيه، مش احنا قلنا الكارديك اوتبوت بيساوي الهارت ريت في الاستوريك فوليوم، يبقى الهارت ريت عامل مؤثر في الكارديك اوتبوت، يبقى اكيد ده هيبقى الاستوريك فوليوم، ده هو اكيد هيبقى الاستوريك فوليوم، اهو الاستوريك فوليوم، فالاستوريك فوليوم والهارت ريت هو ده الكارديك اوتبوت، دول الاثنين ديترمينانت فاكتور، عامل بتحدد الكارديك اوتبوت والاستوريك فوليوم في الهارت ريت. طب مين اللي بيتحكم في الاستوريك فوليوم؟ عندك بريلود اللي هو الفينوس ريتيرن، وعندك درجه الكونتراكشن في عضله القلب، كل ما الكونتراكشن كان قوي كل ما كميه الدم اللي خارجه من القلب تبقى كبيره، الاستروك فوليوم. افتر لود الضغط في الاورطه، ده الضغط في الاورطه، بلاد بريشر في الاورطه، كل ما كان الضغط في الاورطه عالي كل ما يعوق خروج الدم من القلب فيقل الاستروك فوليوم، كل ما كان الضغط هنا منخفض الدم يطلع كويس والاستروك فوليوم يبقى كتير. ايه الفاكتورز المؤثره في الكاردياك اوتبوت؟ ما هي العوامل المؤثره في الكاردياك اوتبوت؟ الصورة ديت لها ذكريات جميلة بصراحة يعني. دي أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه بتاعتي، وبعدين المشرف كان شوفه يعني بينحني إجلاء، يعني بينحني انحنائه ده امتنان وشكر ليا الحقيقة، الحمد لله. الصورة دي أعتز بيها الحقيقة بعد المناقشة، دي حصلت بعد المناقشة، دي طريقة شكر المحكم بتاعي، المحكم الدكتور اللي كان مشرف بيحكم الرسالة يعني بعد ما خلصنا المناقشة. هذا طريقة الشكر والامتنان، الراجل بيشكرني بالطريقة ديت وبيمتني على الأداء بتاع الرسالة يعني. الحمد لله، عقبالكم يا حضرات، عقبالكم يا دكاترة. إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله دكتور. حالا يعني، خلاص إحنا قربنا أهو، يعني سهلة. قربتوا يعني ما تقلقوش. إن شاء الله نبارك لكم يعني بالدكتوراه وكده يعني. Factors affecting the cardiac output. ما هي العوامل المؤثرة في الكارديك اوتبوت؟ نستنتج بقى العوامل المؤثرة في الكارديك اوتبوت. يا ترى ايه هي العوامل؟ بصوا كده، عندك البريلود يعني الفيروس ريتيرن. القلب هيملى كويس من السوير والانفريفونا كيفا، هنضخ كويس، ده حاجة يعني القلب اهو مليته كويس تطلع كويس، ده منطقي. الكونتراكشن بتاع الفنتركل، الكونتراكشن بتاع الفنتركل، يبقى البريلود ده الفيروس ريتيرن خلاص. طب الكونتراكشن بتاع الفنتركل، كل ما الكونتراكشن هنا قوي كل ما هنطلع دم كتير يبقى الكارديك اوت هيزيد، كل ما الكونتراكشن بتاع الفنتركل ضعيف هنطلع دم قليل يقلل الكارديك اوت بوت. طب الافتر لود اللي هو الضغط في الاورطه، الاورطه اهو الضغط لما يكون عالي يعوق خروج الدم من الليفت فنتركل، الدم يجي يخرج كده من الليفت فنتركل رايح الاورطه كده يلاقي الضغط عالي في الاورطه فما يخرجش دم كتير، ما يخرجش دم كتير في الاورطه، يكون الضغط مرتفع في الاورطه كده، انت خارج اهو، خارج هنا من الليفت فنتكل كده، هذا الاورتك فالف اهو، خارج من الليفت فنتكل كده ورايح الاورطه كده والضغط هنا عالي، ده يعوق خروج الدم من الاورطه، يعكسه ده اللي هو الافتر لود او الارتيريال بلاد بريشر، ارتيريال بلاد بريشر. الهارت ريت، كل ما كان ضربات القلب عاليه بس ما تزيدش عن المعدل الطبيعي، عاليه يعني كام؟ يعني تزيد من 50 الى 100، تزيد من 50 الى 100 الرينج ده، يوم ده يزود الكارديك اوتبوت. طب لو زودت عن 100 يقل الكارديك اوتبوت، يقل الكارديك اوتبوت. المايوكارديال كونتراكتيليتي وفهمناها، اللي هي الكونتراكشن، درجه الكونتراكشن في الكاردياك ماسل، هم دول الفاكتور يا جماعه اللي بيأثروا في الكارديك اوتبوت. الكارديك اوتبوت بيأثر فيه اربعه فاكتور اساسيين، ها الفينوس ريتيرن، ده البريلود، طب الافتر لود بلاد بريشر، قبل القلب اللي هيجي له من قبله اسمه بري، اللي هيدخل اسمه بريلود اف فينوس ريتيرن، واحنا خارجين هيعكسني افتر اهو، افتر لود، واحنا خارجين بعد القلب اهو هيلاقي في مشكله في الاورطه، الضغط عالي، دي مشكله ضربات القلب بقى، الهارت ريت والمايوكارديال كونتراكتيليتي، قوه انقباض عضله المايوكارديال. البريلود فيرسس الافتر لود، ده القلب اهو، ده القلب، الدم اللي هيدخل له من الاورده اسمه البريلود فينوس ريتيرن هنا، وهنا قطر الاورطه، قطر بتاعه اللي هيحدد الضغط، انت لما تضايق الاورطه الضغط يعلى فيعوق خروج الدم من القلب، طب لما توسع الاورطه الضغط ينخفض في الاورطه فالدم يخرج كويس، ده الافتر لود، ده في الارتريولز بقى والشرايين الطرفيه والاورطه، ده الاورطه ودي الشرايين الطرفيه، لان انت لما تلعب في الارتريول وتضايق الارتريول، الله، طب انت لما تضايق ده ما هو الدم هيتحوش هنا وفي الاورطه الضغط هيعلى، ولما توسع الارتريول الطرفيه بتاعت الجسم توسع ده كده يبقى الدم هيمشي والاورطه هيفرغ فالدم ينخفض في الاورطه، يعني ده قطر الارتريول ده مؤثر رئيسي في ضغط الدم اللي في الاورطه ده، ده البريلود، ده الافتر لود، ريزيستنس هنا والافتر لود، ريزيستنس يعني نضيق او نوسع، وهنا الدم اللي داخل القلب، ده البري، ده الافتر. يعني دكتور
اذا الافت اذا صارت المشكله في الافتر لود الستروك فوليوم راح يقل صح؟ صح كده. لو انت زودت الافتر لود ده، لو زودت الضغط هنا يبقى الستروك فوليوم هيقل، الدم اللي خارج هيقل خلاص. وده مشاكل مرضى الضغط المرتفع، هي دي المشكله اللي احنا بنتغلب عليها ازاي بقى. لو انتوا لاحظتم اي مريض ضغط مرتفع عندك في البيت، اقرا البامفلت بتاع الدواء، اقرا النشره بتاعت الادويه بتاعته، هيلاقي الدواء اللي بياخده ده معظمه فازودايليتور، يوسع ده فازودايليتور يوسع الارتريول، لما يوسعها تبقى المقاومه هنا تقل والضغط في الاورطه يقل، فالدم يطلع دم كويس بقى، القلب يطلع دم كويس عشان الضغط في الاورطه يقل يعني. ماشي. الفينز زي ما في محاضره انا قلتها لها قبل كده، ان هي بنسميها بلاد ريزرفوار، الاورده اسمها بلاد ريزرفوار، اسمها كاباسيتانس فيزل، يعني اكتر كميه، اكتر وعاء دموي بيخزن دم ويسع كميه دم في الدوره الدمويه، وده موجود في محاضره الانترودكشن اللي حضراتكم ما شفتوهاش. يعني كل شويه انا ما اعرفش افهمكم ازاي يعني، هو كون المحاضره ما تتشرحش يبقى مش مهم، انتوا احرار يعني، كون اديتها لكم انتم مطالبين بيها ايا كان بقى. لو جالس افهم في الامتحان انا خالي الوفاض وخالي المسؤوليه، انا بعت لكم محاضره تقروها كاديشنال ريسورس في مقدمه الكورس، ومنها اسئله في الاجنده ما اعرفش طلعتها لا، يعني كان في سؤال انتم مطلعينه في الاجنده في الحلقه الرابعه اللي هو البرين نيوروتيك بوبتايد، ده اجابته بالنص موجوده في الانترو محاضره الانترودكشن، يعني ما تقولوش انت جايبه مننا يا دكتور، يعني برين نيوروتيك بوبتايد ده لما يجي عليه سؤال يبقى موجود في محاضره الانترودكشن اللي انتم خدتوه، يعني بعتها لحضراتكم. الكباستنس بتاعت الفيزلز اللي هي اوعيه ذو سعه، كباستنس فيزل يعني اوعيه ذو سعه عاليه تستوعب كميه دم كبيره، يعني احنا لو وقفنا الدوره الدمويه في اي وقت هتلاقي ما يقرب من 60 الى 70% من حجم الدم اللي موجود في الدوره الدمويه كله موجود في الاورده، في الاورده بتاعه الجسم. طيب الريزيستنس فيزلز قلنا لما نضيق الارتريول يبقى هنعلي الريزيستنس يبقى الضغط هيعلى، لما نوسع الارتريول يبقى المقاومه هتقل يبقى الضغط ينخفض، دي اسمها ريزيستنس فيزل. يطلق على الارتريول ريزيستنس فيزل، يطلق على الفينيولز والفينز كاباسيتنس فيزل او بلاد ريزرفوار بتحوش دم يعني في الجسم، يطلق على الكابيلاري اكستشينج فيزلز اللي هي بتاعه تبادل المواد، يطلق على الاورطه والشرايين الكبيره الاستيك فيزلز، الاستيك. يبقى الفينز دي قلنا دي بتاعه البريلود، الفينس التيرن ده بتاع البريلود، بريلود، وده بيأثر على مين؟ المقاومه دي والضغط ده بيأثر على الافتر لود. هندرس اول فاكتور بيأثر على الكاردياك اوتبوت الا وهو الفينس ريتيرن اللي هو البريلود. الفينس ريتيرن اللي هو البريلود هو الفاكتور الرئيسي اللي بيتاثر في الكاردياك اوتبوت، انت مليت كتير تضخ كتير، مليت كتير فينس ريتيرن تضخ كتير، مش محتاجه مش محتاجه فهم يعني. يبقى زياده الفينس ريتيرن ده زي ما بيحصل اثناء الاكسرسايز هيزيد الكاردياك اوتبوت، ولو قل الفينس ريتيرن يقل الكاردياك اوتبوت، هو ده معنى كده فايرس فيرسا يعني، والعكس صحيح، والعكس صحيح يعني، لو قل الفينس ريتيرن يقل الكاردياك اوتبوت. الميكانيزم ازاي الفينس ريتيرن بيزيد الكارديك اوتبوت، ما هي الاليه؟ قال لك لما بيزيد الفينس ريتيرن هتملى كويس، هتملى اثناء الدايستول، للفينتكل هيملى كويس، لما يملى كويس يزود الاند دايستوليك فوليوم، حسب قانون ستارلينج لو انت مليت كويس يا فينتكل هيحصل لك ستريتش، حسب قانون ستارلينج لما يحصل لك ستريتش يزود الفورس اوف كونتراكشن، قوه الانقباض تزيد، فيزود الستروك فوليوم ويزود الكارديك اوتبوت، يبقى ده حسب قانون ستارلينج. حاجه مايوجينيك، حاجه موروثه في العضله تمطها تنقبض وهكذا. هنا برضو الميكانيزم الثاني زياده الفينس ريتيرن بطريقه ما هنعرفها فيما بعد هيزود الهارت ريت، يزود ضربات القلب، يعني الفينس ريتيرن هيزود الهارت ريت عن طريق ريفلكس معين بيحصل اسمه البين بريدج ريفلكس، بين بريدج ريفلكس ده اسم الراجل اللي وصف الريفلكس ده. يبقى لما يزيد الدم اللي داخل الرايت اتريوم، الرايت اتريوم بيبعت اشاره للمخ عن طريق عصب الفيجاس بالمناسبه يعني، بروح لمركز في المخ اسمه الكارديو اكسلراتور سنتر هيسرع ضربات القلب في المظله اوبلونجاتا، يبعت عن طريق السمباثيتك للاس انود، الاس انود يقوم ينشط يزود ضربات القلب، ده اسمه بين بريدج ريفلكس، ده يزود الكاردياك اوتبوت. يبقى الفينس ريتيرن عمل حاجتين، شوف زود الستروك فوليوم وزود الهارت ريت، اضرب ده في ده يطلع المحصله كاردياك اوتبوت يبقى زياده الفينس ريتيرن هتزود الاندياستوليك فوليوم حسب قانون ستارلينج تزود الكونتراكشن فيزيد الكاردياك اوتبوت. طب مين اللي هيزود الفينس ريتيرن بقى؟ حاجات كتيره اللي بيتحكم في الفينس ريتيرن ده، الفينس فالف يعني اسمها هنشوفها الوقت مع بعض، الحاجات اللي بتاثر في الفينس ريتيرن فاكتورز، الفينس، الكاردياك ساكشن افكت، المسل بامب بتاع السكليتال مسل،
خلاص البلاد فوليوم السمباثيك، خلاص البريشر جريديانت، الريسبيراتوري بامب، كل الحاجات دي الفاكتور المؤثره في الفينوس ستيرن. يبقى العوامل المؤثره في الفينوس ستيرن هي بدورها تؤثر على الاندستريك فوليوم، هي بدورها تؤثر على الكونتراكشن الكاردياك ماسل، هي بدورها تؤثر على الستريك فوليوم، هي بدورها تؤثر على الستريك فوليوم والهارت ريت، تؤثر في الكاردياك اوتبوت ادر الفينوس ستيرن. بس لما يزيد باي فاكتور من دول يوم يزود الستريك فوليوم والهارت ريت فيزود الكاردياك اوتبوت. ايه العوامل اللي بتاثر في الفينوس ستيرن اللي هم دول؟ يعني دول ناخد فكره عنهم بقى كده. اول حاجه البامبنج اكشن اوف ذا هارت، بامبنج اكشن اوف ذا هارت، بامبنج اكشن اوف ذا هارت. ايه البامبنج اكشن اوف ذا هارت؟ هو قوه القلب على الانقباض. ما هو بالعقل يا جماعه كده، يعني انت جالك دم في الاورده، القلب ملا دم، القلب استطاع ان يضخ الدم اللي جاله ده ولا ما ولا معرفش ازاي في حالات الهارت فيلير؟ فبمنتهى البساطه انا مليت دم اضخه. طول ما انت بتضخ الدم ده يساعد ان احنا بنفض القلب ونستقبل فينا ستيرن جديد، يبقى ده يساعد الفينا ستيرن البامبنج اكشن اوف ذا هارت ده. طب القلب ما عرفش يضخ الدم اللي جاله، جالك دم فينا ستيرن بريلود ما عرفش يضخه زي مرضى الهارت فيلير، يبقى الدم هينتظر بره بقى معظمه في الاورده اللي هي ما قبل القلب في السبيلو في الفرانكيفا. ولما ينتظر في الاورده يعمل لكم، انتوا اكيد عرفتوها بقى في محاضرات الهارت فيلير، يعمل لك تراياد ثلاثي. العيان بيبقى عنده كونجستد احتقان اورده الرقبه بالدم اسمها كونجستد نيك فينز، وبعدين الدم متحوش في الكبد ما عرفش يروح للانفيفونيك ايه عشان الدم واقف زحمه في الدوره الدمويه الوريديه في الاورده، هيعمل كونجستد ليفر، الدم يبقى الكبد الليفر محتقن بالدم، ويعمل الحاجه الثالثه اديما في اللور ليمب. يبقى مريض الهارت فيلير عنده ثلاثي، وخصوصا مريض الرايت سايد هارت فيلير ثلاثي، في تريان ثلاثي بيشخص الرايت سايد هارت فيلير نتيجه ان القلب ما عرفش يضخ الدم اللي جاله اللي هو الفينوستيرن، يعني اللي هو البامبنج اكشن ده فيه مشكله. يبقى العيان عنده ايه تاني؟ عنده زياده في مين؟ في احتقان الاورده في الرقبه كونجستد نيك فينز، يعني الدم واقف في اورده الرقبه وعامل حبل كده في الرقبه، العيان واضح جدا منتفخه الاورده في رقبته. نمرة اتنين كونجستد ليفر، نمرة تلاتة اديما لور لين، ده يشخص على طول رايت سايد هارت فيلر وعيب في الفورس اوف كونتراكشن بتاع القلب. طيب البريشر جريدينت، القانون بتاع ان الدم يمشي في الدوره الدمويه والفينس ريتيرن يعود الى القلب، الدم يعود الى القلب ويرجع للقلب وكده ويتضخ، يعني مثلا الدم يجي من رجلك من اورده رجلك، رجلك من الليج ويطلع كده ضد الجاذبيه ويطلع للقلب كده، يبقى اكيد في حاجه عشان يتغلب على الجاذبيه. فرق حاجه دي اسمها فرق الضغط. الدم بيمشي في الدوره الدمويه فرق ضغط بين نقطتين، بيمشي من الضغط المرتفع الى الضغط الاقل، واقل ضغط عندنا هو يقع في الرايت اتريوم. الرايت اتريوم ده اقل ضغط في اقل ضغط في الدوره الدمويه، عشان كده الدم عشان الدم كده بيصب في الرايت اتريوم من الضغوط كلها اللي حواليه تبقى اعلى منه، يعني السبيرو فينا كيفا اعلى من الرايت اتريوم، فالدم يصب من السبيرو فينا كيفا في الرايت اتريوم، ده يساعد فينا ستيرن. لكن لو الضغط علا في الرايت اتريوم ده يعوق استقبال الدم من الدوره الدمويه ويعوق الفينوس ريتيرن، يبقى في فرق الضغط قل، يبقى الدم بيمشي في الدوره الدمويه على حسب فروق الضغط من المرتفع الى المنخفض. هي دي الفكره. طيب احنا عندنا هنا متوسط الضغط في الدوره الدمويه في الاورده اسمه مين سيستميك فيلنج بريشر، خلاص ده متوسط الضغط في الدوره الدمويه في الاورده اسمه مين سيستميك فيلنج بريشر او مين سيركيولاتوري بريشر، مين سيركيولاتوري بريشر او مين سيستميك فيلنج بريشر، ده متوسط الضغط في الاورده وعند الرايت اتريوم، هم دول الضغطيين. ده الفرق بين الاثنين ده اللي بيتحكم في كميه الدم اللي بتروح لمين، ده الجريدينت، ده فرق الضغط ده والضغط ده هو اللي بيتحكم في الفينوس ستيرن اي قد ايه دم يدخل القلب. يبقى الضغط متوسط الضغط في الاورده اهو، ده متوسط الضغط في الاورده اهو اللي هي السجلو اللي هي الاورده الطرفيه في الجسم، وده الضغط في الاذين الايمن في الالبرات اتريوم. فرق الضغط ده كل ما كان الفرق عالي كل ما دم يدخل كتير، كل ما كان الفرق بين الاثنين ده قليل الدم يمشي قليل الفينوس ستيرن يقل، يبقى الفلو اللي هو الفينوس ستيرن يتناسب تناسب طردي مع البريشر جريدينت مع فرق الضغط الاثنين دول، خلاص. ده قانون اوم، قانون اوم بيتناسب تناسب عكسي مع الريزيستنس، عكسي مع الريزيستنس، كل ما المقاومه زايده والدم ماشي كده لا مقاومه قدامه فالفلو يقل طبعا، هي تدفق الدم ازاي؟ يبقى هيتناسب طردي مع البريشر جريدينت اللي هو الفينوس ستيرن والفلو، الفلو ده الفينوس ستيرن
ارضي مع البريشر جريدينت، وعكسي تناسب عكسي مع المقاومه التي يلاقيها الدم اثناء مرور في الدوره الدمويه. ده قانون اوم ده الفيزيكس، قانون الفيزياء يعني. ايه من هو المين سيستميك فيلنج بريشر، او مين هو المين سيركيوليتوري بريشر؟ عشان اجيب من الاخر يعني كده، هو بيعتبروه، ركز حضرتك، انت لو جيت كده وقمت موقف، تخيلنا هنوقف الدوره الدمويه فجاه، هنوقف الدوره الدمويه فجاه، متوسط الضغط في الدوره الدمويه في هذه اللحظه اسمه مين سيركيوليتوري بريشر او مين سيستميك فيلنج بريشر. طب انت هل ممكن انت كبني ادم ممكن توقف الدوره الدمويه للحظات؟ عن طريق حاجه اسمها طريقه فالزالفا. فالزالفا ايه؟ فالزالفا ده، فالزالفا ده قال لك تعمل ايه. احنا بس انتوا لما تعملوا التجربه دي اعملها وانت على السرير، وانت على السرير، لان لو عملتها وانت في حته تانية ممكن يغمى عليك وتقع، وتقع على الارض وتتجرح او راسك تتخبط، تبقى مشكله. فلو حبيت تعمل التجربه دي على نفسك اعملها وانت على السرير، عشان لو وقعت ولا اغمى عليك يبقى انت على السرير، ما جركش حاجه يعني. فهو الفكره فالزالفا ده قال ايه؟ قال لك اقفل مناخيرك كويس، اقفل الانف كويس بكليبس كده او بصباعك، اقفل مناخيرك خالص، واقفل بقك، يعني اقفل. انا قلتها في الريسبيريشن بتاع فالزالفا دي، اقفل مناخيرك قوي واقفل بقك وانفخ. انفخ يعني اعمل فورسد اكسبيريشن، بحيث الهواء مش هيخرج من الشيست، ما انت قافل بقك ومناخيرك، الهواء يخرج منين؟ الهواء مش هيخرج. فالهواء الضغط هيعلى في منطقه الصدر، لما الضغط يعلى في منطقه الصدر اللي فيها القلب يعني، يبقى الضغط عالي في منطقه الثوركس، فمش هيستقبل دم من الدوره الدمويه، فالدم هيقف بره في الاورده، هيقوم الدم يقف بره، الدم واقف، حصل استيزس يعني ركود في حركه الدم، والفلو وقف في الدوره الدمويه، الدوره الدمويه وقفت بقى، ما هو الدم ما دخلش دم القلب لان الضغط عالي في منطقه الصدر، فما استقبلش دم من بره اللي هو من الاورده بقى، السبيل والانفلوفينا كده والكلام ده يعني، ما استقبلناش دم، الدم واقف في الاورده بره. اقيس الضغط في هذه اللحظه في الدوره الدمويه، هتلاقي كله زي بعضه، ما هو الدم وقف بقى في الاورده زي الشرايين كله، ما هو الدم طالما الدوره الدمويه وقفت يا حبيبي، اذا ما فيش فرق بين اي نقطه والثانيه في الدوره الدمويه، خلاص كله زي بعض، الاورده والشرايين كل الضغط بقى زي بعض. هو ده اسمه المين سيركيوليتوري بريشر او المين فيلنج سيستميك فيلنج بريشر، ده الضغط في هذه اللحظه هو ده. لما نستطيع ان نوقف الدوره الدمويه فجاه يبقى ده. طب انت لو وقفت الدوره الدمويه الله، يبقى الضغط ده متوقف على ايه؟ يعني الضغط ده نتج نتيجه ايه؟ لك يتوقف على الكباسيتي، كباسيتي يعني السعه، هل ايه، هل الاوعيه الدمويه السعه بتاعتها قد ايه في اللحظه دي، السعه بتاعتها وحجم الدم اللي فيها قد ايه، هو ده اللي حدد الضغط في هذه اللحظه. يبقى الضغط ايه اللي حدده؟ حجم الدم والسعه بتاعت الدوره الدمويه في هذه اللحظه، السعه الكباسيتي يعني، واسعه ولا ضيقه، والدم اللي فيها قد ايه، هو ده اللي حدد الضغط. ماشي، هو ده اللي ايه، ده اللي احنا قلناه. وقلنا ان الاورده بلاد ريزرفوار فيها ما يقرب من 60 ل 70% من الدم، عشان كده ليه اعتبرنا ان الضغط ده هو الضغط في الاورده، لان معظم الدم يا جماعه هو موجود في الاورده، يبقى الدم ده اللي بيحدده في المقام الاول هو الدم اللي كان موجود في الاورده، لان الاورده هي اللي فيها في اللحظه دي بيقرب من 3 ارباع كميه الدم الموجوده في الاورده. في معادله كده عشان تحسب برضو المين سيستميك بريشر او المين سيركيوتري بريشر، قال لك بتتناسب تناسب طردي دايركت بروبوشن اهو مع الفوليوم اوف بلاد، وعكسي مع الكباستي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما كان حجم الدم كتير كل ما الضغط هيبقى عالي، كل ما الكباستي تبقى عاليه يعني حصل فازو دايلاتيشن، فازو دايلاتيشن كباستي عاليه يعني، دي لما تزيد الكباستي يعني يحصل فازو دايلاتيشن، كل ما الضغط ينخفض، الضغط ينخفض. لكن لما تضيق السعه كباستي تضيقها، يبقى انت قللت الكباستي. لما تقلل الكباستي، تقلل الكباستي يبقى الضغط يعلى، لما تعمل فازو كونستريكشن وتقلل الكباستي يبقى الضغط يعلى، ده علاقه عكسيه، ده يقل ده يزيد، ده يزيد ده يقل، علاقه عكسيه. لكن علاقه طرديه بين حجم الدم الفوليوم، علاقه طرديه، وعكسي مع قطر الاوعيه الدمويه، القطر اللي هو الكباستي، وسع او كده. المين سيركيوليتوري بريشر او المين سيستميك فيلنج بريشر، او تاني هو حجم هو البلاد بريشر في البريفرال فينيولز وفينز في الريكومبنت بوزيشن نورمالي، الضغط ده بيساوي 7 الى 8 ملي متر مركري، الضغط ده في الاورده 7 ل 8، وده في الرايت اتريوم بيساوي 2. الفرق بينهم ده، بين السبعه دي والاثنين ده، الفرق اللي هو الخمسه ده، هو ده اللي بيسمح بالفيناستيرن الطبيعي حوالي 5 لتر بالمناسبه. وهي ما هي صدفه يا جماعه، مش حساب يعني، اصل واحد يقول لي 7 ناقص 2 يبقى الضغط فرقه 5 يعمل 5 لتر في الدقيقه،
بيتصادفت والاثبات اهوت اهو دي صدفه والاثبات هتقول قام. يعني مش حكايه ان كل واحد هيعمل واحد. فرق الضغط هنا في الاورده 7 والرايت اترم 2، الفرق ده يدخل كميه دم في الدقيقه اللي هو الفينوس ريتيرن في الرايت اتريوم قدرها 5 لتر في الدقيقه. ده المنظر. طب بص كده، طب لو المين سيركيوليتر بريشر رفعناه ل 14، السبعه دي بقت 14 خلاص، بقت 14 والرايت اترال بريشر بقى فضل ثابت 2 زي ما هو، وده بقى 14. الفرق بينهم كام؟ الفرق بين ال 14 وال 2 12، بس هو زود بس كميه الدم 9 لتر، بقى 9 لتر بدل 5 بقى 9 لتر، مش هيزيد 14. يعني لو الضغط قل ل 3 اللي هو في الاورده، والضغط في الرايت اتريوم 2 زي ما هو، يبقى فرق 1. الفينوس ترن بيقل عن اللتر كمان بيقل. اذا مش حكايه مش فرق 5 يودي 5 وفرق 4 يودي 4 وفرق 3 يودي 3، لا ده باختلاف البريشر يختلف كميه الدم. طب لو جبنا لعبنا اللعبه دي ثانيه، احنا هنا لعبنا في المين سيركيوليتري بريشر اللي هو الضغط في الاورده. طب لو لعبنا في الضغط في الرايت اتريوم اللي هيصب اللي الدم كله هيصب فيه، رايت اتريوم، رايت اتريوم الضغط فيه هنرفعه عن القيمه الطبيعيه بتاعته، هو 2 هنخليه 7، 2 هنخليه 7 ل 8، وبره 7 ل 8. الله، في الاورده 7 ل 8، في رايت اتريوم بقى 7 ل 8. الله، ده يعمل ايه؟ يبقى مفيش فينوس كتير، مفيش دم هيدخل القلب اصلا، مفيش دم هيدخل القلب، واصبح الضغط في الاورده 7 ل 8 وفي الرايت اتريوم زاد بقى 7 ل 8. فرق الضغط هنا زيرو، فرق الضغط زيرو، اذا مفيش دم هيمشي، يبقى مفيش فينوس تاني هيدخل القلب اصلا. ده بيحصل كتير قوي، هتلاقوه في مرضى اللي عندهم ترايكاسبيد ستينوزس. ترايكاسبيد ستينوزس يعني ضيق في الصمام الترايكاسبيد اللي في الناحيه اليمين في القلب بين الرايت اتريوم والرايت فين، فالدم بيتحوش في الرايت اتريوم فبيرفع الضغط. او في مرضى البالمونري هايبر تنشن اللي عندهم ارتفاع في الضغط في البالمونري ارتري، هو طالما الضغط عالي في البالمونري ارتري يبقى الدم مش هيخرج من الرايت فينتركل للبالمونري ارتر، الدم هيتراكم في الرايت فينتركل وهيرفع الضغط في الرايت فينتركل. طالما الضغط عالي في الرايت فينتركل يبقى مش هيستقبل من الرايت اتريوم، يبقى الضغط هيعلى في الرايت اتريوم لتراكم الضغط في الدم في الرايت اتريوم. يبقى دي الحاجات اللي بترفع الضغط في الرايت اتريوم، ترايكاسبيد ستينوزس او بالمونري هايبر تنشن، ارتفاع الضغط في البالمونري ارتر الناحيه اليمين في القلب، هو ده اللي ممكن يوقف الدوره الدمويه، وده يقلل الكارديو، يقلل الفينوس ستر، مفيش دم يدخل القلب خالص، وبالتالي مفيش دم يخرج من القلب. هذه المشكله. اذا فرق الضغط ده البريشر جريدينت بين الضغطين دول هو اللي بيتحكم في الفينوس ترن. لو رفعت ده، رفعت ده اهو، يبقى الفينوس ترن هيقل، لو قللت ده وزودت ده الفينوس ترن هيزيد. يعني ده اللي احنا بنقوله، ده المين سيستميك فيلنج بريشر اللي هو المين سيركيولاتوري بريشر، ده الريت اتر بريشر، وده وهنا القطر ده اللي بيتحكم اللي هو القطر بتاع الاورده، دي الاورده اللي بتصب في الريت اتر اللي هو السيجولو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا. هذا الثلاثه هم، هنا الضغط هنا اعلى من اللي هنا، الدم هيمشي كويس مع ثبات الريزيستنس. طب افرض انت قمت مضيق الاوردات، ضيقت دي ضيقتها فازا كونستريكشن، حتى لو الضغط هنا عالي وهنا منخفض يبقى برضه هيقلل الفلو، الفينوس ترن ده هيقل طالما انت مضيق دي. طب انت لو وسعت دي كده، وسعتها وهنا الضغط عالي وهنا منخفض، الدم هيجري هيزود الفينوس ترن. نيجي للفاكتور بتاع البريشر جريدينت، برضه بيأثر كالآتي. البريشر جريدينت بيأثر كالآتي، انت عندك الضغط عالي في الفينا كيفا، السوبيريور فينا كيفا او الانفيرو فينا كيفا، ده الانفيرو فينا كيفا ابدومينال يبقى انفيرو فينا كيفا، وهنا الضغط في منطقه السوركس او اللي هي الجزء بتاع الانفيرو فينا كيفا اللي موجود في منطقه السوركس. يعني انت عندك، انت اخذت في التشريح الانفيرو فينا كيفا ده في جزء موجود في منطقه الابدومين وجزء منه موجود في منطقه السوركس. لو الضغط هنا اعلى من اللي هنا، يعني الضغط في الابدومين اعلى من اللي هنا، ده يزود الفينوس ريتر. لو الضغط هنا في الابدومين اقل من الضغط في منطقه السوركس، الدم مش هيمشي كده، مش هيمشي ولا هيدخل الرايت اتريوم اصلا. نيجي للريسبيريشن، الفاكتور الثالث اللي بيأثر في الريسبيريشن، الفاكتور الثالث اللي بيأثر في الفينوس ريتيرن، سوري فينوس ريتيرن. ما هو العامل الثالث اللي بيأثر في الفينوس ريتيرن؟ اللي هو التنفس. اثناء الشهيق يا جماعه في الانسبيريشن الضغط في منطقه السوركس يبقى نيجاتيف، والضغط في الابدوم يبقى بوزيتيف، خلاص يبقى الموضوع اتحل. يعني لما الضغط في اوردة الابدوم بقى عالي وفي اوردة الصدر بقى قليل، يبقى الدم هيمشي من منطقه الضغط المرتفع الى المنخفض في منطقه الصدر ده، فده في الفينوس ترن هيزيد.
ده في الانسبيريشن. طب واحد يقول لي زي ما كان جالي سؤال قبل كده على الواتس انا ما ردتش عليه بصراحه، يعني المره انا ما ردتش ليه الضغط بوزيتيف في منطقه الابدومين، ابدومين اثناء الانسبيريشن؟ سيمبل خالص يعني، موضوع سيمبل يا جماعه. انت في الانسبيريشن الديافرام بينزل لتحت، الحجاب الحاجز بينزل لتحت في الانسبيريشن، فبيرفع الضغط في منطقه البطن. فلما يرفع الضغط في منطقه البطن يرفع الضغط، يضغط على الاورده يرفع فيها الضغط، يقوم الضغط يبقى عالي في الاورده بتاعه البطن عن اورده الصدر، فالدم يجري من البطن الى الصدر يزود الفاسكولار. سيمبل، موضوع سيمبل خالص يعني. during الاكسبيريشن، ايه اثناء الاكسبيريشن ماذا يحدث؟ الضغط هنا بيبقى نيجاتيف اه في السوركس، بس اقل نيجاتيفيتي. هنا كان مور نيجاتيف في الصدر، هنا النيجاتيفيتي بتاعته اقل، فرق الضغط هيقل، فرق الضغط هيقل. برضه هنا بيبقى الديافرام هيطلع لفوق، فبيبقى هنا الضغط في الابدومن اقل من هنا. هو بوزيتيف برضه، هو بوزيتيف لازال بوزيتيف بس اقل من هنا، اقل من الانسبيريشن، يبقى فرق الضغط هنا قل، فرق الضغط هنا قل. لما فرق الضغط بين الابدومينال فينز والثوراسيك فينز يقل، ده يقلل فيناس الترن في الاكسبيريشن اذا قورن بالانسبيريشن، يبقى هنا عالي هنا قليل. دي بيسموها الريسبيراتوري بامب، ان هي بتبقى تحصل اثناء الانسبيريشن. الديافرام بينزل لتحت كده يرفع الضغط في منطقه الابدومين هنا، يقوم يضغط على الاورده اللي هنا، يقوم الضغط هنا يعلى عن الاورده اللي موجوده في منطقه الثوركس، يقوم يضخ الدم من هنا لهنا. ده يبقى دي منطقه ضغط منخفض الثوركس، ودي منطقه ضغط مرتفع بالتحديد اكتر اثناء الانسبيريشن. والفرق ده بيقل، فرق الضغط من هنا وهنا بيقل في الاكسبيريشن، يعني في ناس بيقل نسبيا بالنسبه لما حدث في الانسبيريشن. هنا في بقى فورسد انسبيريشن وفي فورسد اكسبيريشن. فالزالفا انا شرحتها من شويه، فالزالفا ناخد دي الاول. فالزالفا انت لما بتقفل مناخيرك وتقفل بقك وتقعد تنفخ وتعمل كده، انت بتعوق الفينوس ريتيرن، بتقلله الدم اهو، وبالتالي الدم اللي رايح للمخ ممكن يقل، ويحصل لك سيبرال اسكيميا مؤقتا، ويحصل لك فينتنج اوكي، لان مفيش فينوس ريتيرن اصلا ولا في كاردك اوت، رفعت ضغط في منطقه الثوركس مش هتستقبل دم من الاورده. ده اللي في الفالزالفا. في الفورس اكسبيريشن، طب في الفورس انسبيريشن دي تجربه مولر بقى، الراجل اللي وصفها اسمه مولر. قال لك ايه مولر ده؟ قال لك ان انت بتاخد، خد نفس جامد واكتمه، خد نفس عميق واكتمه، ديب انسبيريشن واكتم النفس على طول كده، واكتم نفسك في اللحظه دي كده. الضغط بيقل جدا في منطقه الثوركس، بيقل لو يوصل ناقص 30، هو كان اصلا في الانسبيريشن الطبيعي ناقص 6، ناقص 6 هنا وصل ناقص 30، ضغط قل جدا، قل جدا اهو اثناء الفورس انسبيريشن. فده يشفط ساكشن، يقوم يشفط الدم اللي في الابدو اللي بره منطقه الصدر، يشفطه ويدخل دم كتير القلب، فيطلع دم كتير، فينا سترن يزيد والكارديك اوتبوت يزيد، يبقى ده هنا بيزيد هنا بيقل. ادي ده الريسبيراتوري بامب، ادي الديافرام اهو، ده الحجاب الحاجز، ده الثوركس، ده الابدومين. طب ازاي المضخه دي الريسبيريشن ده شبكه مضخه للدم يعني؟ هيضخ الدم ناحيه القلب ازاي؟ نشوف اهو، ده القلب اهوت، ودي الاورده ايه؟ ده الانفروفينا كيف اهو. اهو اثناء اللي نشوف الديافرام نزل تحت، فيرفع الضغط في الابدومين تحت، لو ضغط على الابدوم يرفع الضغط هنا، والضغط يقل في السورس عشان وسعنا تجويف الصدر اهو. ومن هنا الدم يمشي من منطقه الضغط المرتفع الى المنخفض، يدخل الدم للقلب بمنتهى السهوله، ده الريسبيراتوري بامب اثناء عمليه الانسبيريشن. العامل اللي بعد كده بيأثر في الفينوس ريتيرن وبدوره يؤثر على الكاردك اوت بوت، جرافيتي، تاثير الجاذبيه الارضيه. احنا في وانت نايم مضطجع على ظهرك كده على السرير مفيش تاثير الجاذبيه، الفينوس ريتيرن مفيش تاثير خالص، نو افكت على الفينوس ريتيرن. ده في الريكومبنت، لكن اللي هنقوله ده في الاريكت بوزيشن وانت واقف. هنقسم الاورده اللي فوق مستوى القلب اللي جايه من المخ وجايه مش عارف من الرقبه والراس، والاورده اللي تحت مستوى القلب اللي جايه من بقيه جسمك. طب قولوا كده انتوا لوحدكم بقى، لو انا واقف كده يا ترى الفينوس ريتيرن هيبقى اعلى من الاورده اللي فوق مستوى القلب، ولا اللي تحت مستوى القلب وانا واقف؟ مستوى القلب. ايه اللي تحت مستوى الفينوس ريتيرن هيبقى اعلى فين يا جماعه؟ حد يسمعني صوته، الصوت بعيد. تحت مستوى القلب. مستوى القلب. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وانا واقف، وانا واقف، وانا واقف، الدم يجري، الفينوس ريتيرن يزيد في الاورده اللي فوق مستوى القلب ولا تحت مستوى القلب؟
فوق المستوى. بص يا ابني العنوان اللي فوق، بص يا ابني عنوان جرافيتي الجاذبيه الارضيه، الجاذبيه بتشد لتحت ولا بتطلع لفوق؟ لفوق. الجاذبيه بتعمل ايه؟ تشد لتحت. لتحت يا دكتور. الجاذبيه الارضيه دي بتشد لتحت، الجاذبيه بتشد لتحت. يعني انا الدم اللي جاي من رجلي، رجلي وطلع ناحيه القلب، الجاذبيه تعكسه يبقى ده يقلل فينس ترن. لكن اللي جاي من الدم اللي جاي من مخي، مخي ونازل ناحيه القلب كده وداخل في القلب، ده ماشي مع الجاذبيه الارضيه، يبقى الجاذبيه بتساعده، يبقى الفينس ترن هيزيد في الاورده اللي فوق مستوى القلب، وهيقل الفينس ترن من الاورده تحت مستوى القلب. واحد يقول الله، طب هو يا دكتور ده ما دي حاجه مشكله. قال لك بقى تحت مستوى القلب يا حبيبي، تحت مستوى القلب مين اللي هيساعد الفينس ترن ويتغلب على الجاذبيه؟ هم العوامل اللي مكتوبه دي بقى. السكشن باور بتاع النيجاتيف انتراسبيسك بريشر ده بتاع الريسبيريشن اهو، ده يشد الدم رغما عن انف الجاذبيه الارضيه اللي جاي من رجلك اصلا. والبامبنج اكشن بتاع المسل تون والمسل كونتراكشن، يعني عندنا العضلات بتاعه رجلك، عضلات رجلك في حاله انقباض دائم دائم اثناء الريست، في حاله من الانقباض الدائم الضعيف اثناء الريست يسمى مسل تون. هذا الانقباض بيضغط على الاورده يضخ الدم اللي فيها ناحيه القلب. يبقى لما عضلات رجلي تنقبض على الاورده كده تقوم ضغط الاورده وعصرها وزق الدم اللي فيها يتجه ناحيه القلب. عشان كده بيسموا السكليتال ماسل بتاع اللور ليمب دي اسمها بريفرال هارت، بريفرال هارت او بريفرال بريفرال بامب. امال من السنترال بامب يا دكاتره؟ القلب. بارك الله فيك يا دكتوره، الهارت هو السنترال بامب. يبقى انا عندي، شوفوا بقى القلب بيضخ الدم الى الشرايين في الجسم كله، لكن العضلات بتضخ القلب في الاورده، الاورده تقوم تزق الدم اللي في الاورده ناحيه القلب، ناحيه القلب متجها الى القلب. يبقى السكيتال ماسك. عشان كده اللي عندهم ضعف، اللي عندهم ضعف في العضلات بتاعه الرجلين بيجي لهم دوالي، الدم بيتراكم في الاورده بيجي لهم حاجه اسمها الدوالي، الانتفاخات في الاورده بتاعه الرجلين بتبقى باينه جدا على سطح الجلد، وتلاقي كده عروق كده في الجلد والدم محتقن والاورده محتقنه، دي اسمها الدوالي الفاريكوز، فاريكوز فينز. طيب ايه كمان اللي بيتغلب على الجاذبيه ويخلي الدم متجه في الاورده ناحيه القلب؟ اللي بيتغلب على الجاذبيه في الجزء التحتاني من جسمك، يعني الدم يا جماعه، الاورده، الاورده فيها صمامات، الدم لما بيطلع لحته ما بينزلش تاني، يعني الجاذبيه تحاول تشده تاني تحت ما بينزلش، عشان في صمام بيمنع نزول الدم الى المنطقه السفلى في الجسم. يبقى الاورده هي بتخلي الدم يتجه الى القلب وليس بعيدا عن القلب، يعني يتجه ناحيه القلب، الاورده الفالفز اللي فيها. الجاذبيه وانت نايم اهو، وانت نايم مفيش تاثير الجاذبيه على الفينس ترن، تحت القلب، القلب هنا تحت القلب زي فوق القلب، اللي هنا الدم اللي بيجي قد الدم اللي بيجي كده، من غير تاثير الجاذبيه خلاص اتلغى تاثير الجاذبيه. طب وانت واقف بقى اهو، شوف حتى الضغط هنا 20 في هنا في الاورده دي، والضغط هنا 20، هو هو بقى. طب وانت واقف بقى، وانت واقف هل هو ده الجاذبية بقى، بالرغم من الضغط، هو شوف الضغط اهو، لكن الجاذبية الأرضية تقوم تشد لك الدم من فوق كده لفوق وتدخله لك القلب، الفينس ترن يزيد هنا. طب أنت كده ماشي عكس الجاذبية، يبقى الفينس ترن هو طالع كده، الجاذبية بتعكسه، الجاذبية بتعكسه، لكن إحنا قلنا في فاكتور بتتغلب على الجاذبية قلناها من شوية. الفاكتور ده بتتغلب على الجاذبية الأرضية دي وتخلي الدم يمشي بصورة مستمرة عندنا. التنفس ومش عارف إيه إلى آخره، لكن الجاذبية كعنصر لوحده هو ده المشكلة. خلاص؟ وانت واقف بالمناسبه الضغط بتتغير، شوف فوق مستوى القلب بقى ناقص 40 بدل 20 ناقص 40، تحت مستوى القلب الضغط بيوصل 80 عشان يحاول يزق الدم ناحيه القلب، يعني محاوله يائسه الحقيقه. الفاسكولار سيستم، لا زلنا في الفينس ترن يا دكاتره، والعوامل المؤثره فيه التي بدورها تؤثر في الكارديك اوتبوت، اوعى تنسوا القصه دي. الفاسكولار سيستم يعني العوامل اللي بتاثر في الفينس ترن وبدوره تؤثر في الكارديك اوتبوت. يبقى الفاسكولار سيستم ده دايما طرب بالعقل كده يا دكاتره، حد يقول لي انا لو وسعت الارتريول الفينس ترن يزيد ولا يقل؟ لو وسعت الارتريول يزيد. بارك الله فيك يا دكتور، لان الدم هينطلق من الارتريول الواسعه دي الى الكابيلاري الى الفينز، فالدم اللي ماشي في الاورده هيبقى كتير. طب لو ضيقت الارتريول يبقى انا قفلت المحبس، قفلت المحبس، حنفيه اتقفل بتاع الدم اللي بيروح للاورده،
انت لما تقفل الارتريول يبقى الدم اللي هيطلع من الارتريول قليل، اللي هيروح للاورده، اللي هيروح للكابيلاري قليل، هيروح للاورده قليل، بالفاسوس ده هيقل. سيمبل، مش محتاج نقعد نفهم في حاجه دي بقى. والفاسوشن ده بيحصل في بعض الظروف زي اثناء الهضم بتاع الاكل واثناء الهوت ويزر، ده بيوسع بتوسع الارتريول عشان الميتابولايتس بتزيد في الحاجات دي. ما علينا، الديامتر بتاع الكابيلاري هنا بقى ايه راي حضراتكم؟ انا لو وسعت الكابيلاري ايه رايكم؟ لو وسعت الكابيلاري مع ثبات قطر الارتريول والفينيول الاثنين ثابتين، بس الكابيلاري هي اللي وسعت. الكابيلاري دي كابيشيس، كابيشيس يعني عندها القدره ان هي تخزن الدم فيها، فيبقى الدم وقع في مصيده. انت لو وسعت الدم ماشي من الارتريول كده عادي وقام دخل في الكابيلاري، لا وسع ولا لا واسع قدام، وسعت، فالدم يقعد يتحوش فيها يتحوش فيها يتحوش فيها. الله، طب يا عم ما توديني للاورده، قال لك لا خليك متحوش عندي هنا. طب ما لما تحوش الدم في الكابيلاري الضغط هيعلى في الكابيلاري، تقوم الكابيلاري ترشح تعمل إديمة، لو انتوا حضراتكم فاكرين يعني، يبقى تعمل إديمة، هنرشح الكابيلاري تعمل إديمة. الله، طب يا عم فين الفينس تيرن؟ قال لك انسى بقى فينس تيرن ايه. طب يا عم من عند ده هيموت، ما يموت. وده اللي بيحصل بالظبط فين؟ في حاله الهيستامين شوك او الانافلكتيك شوك. الانافلكتيك شوك بتاع الحساسيه، الهيستامين بيزيد فبيوسع الكابيلاري، فده بيخزن الدم في الكابيلاري ويفضل متخزن في الكابيلاري، معاه مفيش دم بيروح للاورده، وبالتالي مفيش فينس تيرن ولا في كاردك اوت بوت، تجيب العين شوك ضغطه ينخفض جدا ويؤدي للوفاه. دي اسمها انافلكتيك شوك او اسمها هيستامين شوك او اسمها اليرجيك شوك. طيب نشوف، انت قاعد تتكلم عن قطر الارتريول وقطر الكابيلاري، طب ما تشوف الفين. انتوا متخيلين الدوره الدمويه يا جماعه كده معايا؟ يعني الفين، طب شوف الفين كده، الفين وسعها، وسع الاورده مع ثبات قطر الارتريول والكابيلاري، وسع بقى الوريد هو اللي يوسع. ايه راي حضراتكم؟ احنا لو فاهمين طبيعه كل بلاد فيزل هنفهم الدوره الدمويه. طبيعة الأوردة كابيشيس يعني كاباسيتنس، يعني ذو سعة عالية، يعني إذا أتيحت لها الفرصة توسع يبقى تخزن الدم فيها وتمنع وصول الدم إلى القلب، هتبقى بركة من الدم في الأوردة، تبقى مصيبة. يبقى لو وسعت الأوردة الدم يفضل فيها، يبقى أنت لو وسعت الأوردة هو ده الدم يتحوش فيها، مفيش تون خالص، يعني مفيش كونتراكشن في الأوردة يضخ الدم ناحية القلب، فقدنا الكونتراكشن في العضلات، بتسموس مصر بتاعت الاورده، الدم يحصل له ستاجنيشن، يتراكم، بما ان الاورده دي كابيشيس وديت ذو سعه عاليه كاباستنس فيها 60 سبعين من الدم، لو وسعتها الدم يتحوش فيها وما يروحش ناحيه القلب اهو، يبقى مش زي ما انتم متخيلين. ما انت لو فاهم طبيعه كل وعاء دموي بلاد فيزل كلها هتفهم. فين بقى نفهمه منين؟ من محاضره الانترودكشن لحضراتكم، ما شفتهاش بس. يبقى البرينز دي بلاد ريزرفوار بتخزن دم، اذا اتيح لها يبقى توسعها يبقى تخزن دم. يعني اما توسع الارتريول غير لما توسع الاورده، ده لا اقصده، خصائص الاورده الدمويه دي مختلفه. ارتريال بالسيشن، بصوا على الرسم اللي تحت دي، انتوا الاخوه في الزملاء في التشريح قالوا لكم في حاجه اسمها فينا كوميتانز. يعني فينا كوميتانز حد عارف؟ ايوه، يبقى كل شريان، ده شريان اهو، كل شريان حواليه 2 ارتر، كل شريان حواليه 2 فين، سوري، فين هنا وفين هنا، كل شريان كده حواليه 2 فينز. شوف الشريان يا حبيبي لما بينبض اهو بالسيشن، لما ينبض كده ويحصل له هو نبض الشريان بيعمل ازاي؟ العضله دي اللي هو الجدار ده يعمل كده ويرجع تاني كده، اهو الشريان اهو يعمل كده ويرجع تاني كده، هو ده النبض اهو، يعمل كده ويرجع تاني، وهو بيتسع الشريان كده في النبض كده، بيقوم يضغط على مين اللي جنبه لازق فيه؟ يضغط على مين؟ الفين. الفريق يضغط على الوريد اللي جنبه، يزق الدم في ناحيه القلب بقى اهو. يبقى انت الشريان وهو بينبض كده بيوسع كده، يقوم يزق يعمل كومبريشن على الوريد ده، فالدم اللي في الوريد ده يطلع اهو، وفي صمام اهو يمنع نزول الدم تاني، في صمام اهو، صمام اهو في الوريد ده، الوريد اهو متجه ناحيه الدم ناحيه القلب اهو، الدم هو ماشي ناحيه القلب كده، يعني انت بتضغط عليه كده يقوم الدم اللي هنا يطلع فوق هنا وما يرجعش تاني عشان الصمام، وهكذا كل ما تضغط كده الدم يطلع فوق وما ينزلش، يطلع فوق متجه ناحيه القلب بقى، يمشي ناحيه القلب بقى. يبقى الارتريال بالسيشن دي في حد ذاتها بتساعد الفينس تيرن على الناحيتين، يعني الشريان ده يقوم يزق يضغط على الوريد اللي جنبه الناحيه دي والوريد جنبه الناحيه دي، يزق الدم فوق من ناحيه القلب، واتجاه الدم في الشريان طبعا اهو مختلف عن اتجاه الدم فين، ده بعيد عن القلب، ده جاي من القلب وراح لجسمك اهو، لكن ده متجه ناحيه القلب اهو، الدم اللي راح القلب في الوريد دي اسمها الارتريال بالسيشن. طيب دي اتكلمنا عليها،
ان العضلات بتاعت رجلك بتشتغل كمسل بامب او بريفرال هارت، اسمها القلوب الطرفيه، بريفرال هارت، بريفرال هارت، بريفرال هارت، القلوب الطرفيه، ودي بتعكس تاثير الجاذبيه الارضيه عشان دي بتطلع الدم ناحيه القلب، الاوريه اللي هي العضلات بتاعت رجلك انت نفسها. وجود الصمامات بيساعد الحكايه دي. طب نفهمها كده على الرسمه دي، دي سكليتال ماسل بامب، هذا الاورده يا جماعه، هي دي الاورده العميقه اللي هي الديب فينز، الديب فينز اللي موجوده وحضناها العضلات، العضلات حضنها الاورده دي، الاورده دي جوه العضلات نفسها اهي، بالاورده دي العضلات حوالين الديب فين، ده الوريد ده كده اتجاه الدم كده متجه ناحيه مين؟ دم كده متجه ناحيه القلب كده 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 اتجاه ناحيه القلب كده. فلما العضله بتنقبض، بص العضله بتنقبض تقوم تضغط على الوريد لو تقوم تزق الدم في ناحيه القلب، الدم اللي راح مش كده ناحيه القلب كده عايز يروح، عايز يرجع تاني كده، لما العضله تنبسط بقى العضله لما ترتخي الدم ده عايز يرجع، مين اللي يحوشه من الرجوع؟ مين اللي يعوقه؟ شوف عايز يرجع اهو، مين اللي يقول له لا ما انتش راجع؟ الصمام، هو الصمام في الاورده الفالف بتاعت الاورده دي، اللي راح ما يرجعش، اللي راح ناحيه القلب ما يرجعش، وهكذا وهكذا لغايه ما نوصل للقلب بقى. يبقى العضله هي بتنقبض بمثابه مضخه بتضخ الدم ناحيه القلب اهو، ناحيه القلب، هي دي السكليتال ماسل اهو. هنا ازاي بتحصل الاورده؟ شفت في بعض الناس تلاقيهم عندهم في اورده الرجلين كده تلاقي في عروق كده، والاورده ظهرت كده على تحت الجلد كده وفي بقت منتفخه الاورده، ده اسمها الدوال، الفاريكوز. حصلت ازاي؟ حصلت ازاي؟ نتفرج كده على المنظر الاول، العضله، العضله تاني وهي بتنقبض اهي، وهي بتنقبض، والقلب هو يعني ايه؟ يعني ايه بريفرال هارت؟ هو الهارت مش 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 مصطلح القلب في الدنيا، القلب يعني ايه؟ هارت يعني ايه؟ هارت يعني يملا وهو منبسط ويضخ وهو منقبض، هذا القلب، انبساط وانقباض، انبساط وانقباض، بيقلب، كلمه قلب يا جماعه يعني بيقلب بين السيستول والدايستول، الانقباض والانبساط، بيقلب بين الحب والكراهيه، ده القلب برضه، هو اللي بيحب وهو اللي بيكره، ده عشان كده سموه متقلب، متقلب المزاج، سموه قلب عشان كده. خلاص، بين الحزن والفرح، ده القلب، هو اللي بيحزن هو اللي بيفرح، وهكذا يعني متقلب. خلينا في تقلبه بين الانقباض والانبساط. القلب هو منبسط كده، اسمه سوري، العضلات بتاعت رجلك، سكليتال ماسل بتاعت رجلك، بتاعت الكاف ماسل، عثمانه الرجلين، والعضلات منبسطه كده، منبسطه، دي بتسمح ان الاورده تملى. طب هتملى منين؟ ده هنملى منين؟ الحته دي هتملى منين دم؟ هتملى من السوبرفيشال فين اللي تحت الجلد. يعني عندي هنا الجلد مغطي المنطقه بتاعت العضلات بتاعت رجلك دي، هنا الجلد وفي سوبرفيشال فين كده بتصب هنا في الديب فين دي. يبقى لما العضلات دي تنبسط يبقى تسمح في هذا السبيس، تقوم السوبرفيشال فين تجيب الدم كده وتصبه هنا، يبقى احنا مالينا اهوت اثناء ارتخاء العضله. طب اللي احنا مليناه ده هنضخه ازاي؟ هنضخه ازاي؟ لك العضله تنقبض اهي، عضله كده بتنقبض، تقوم تضخ الدم اللي كنا هجنه اللي احنا مليناه هنا ناحيه القلب وتضخ، الضغط هنا هيعلى يقوم يفتح الصمام الدم يطلع. طب ايه اللي يمنع رجوع الدم بقى بالجاذبيه كده؟ يعوق الجاذبيه عايزه تشده تاني تنزله تحت. ايه اللي يمنع رجوع الدم؟ الصمامات اهي، الصمام ده يقفل يمنع رجوع الدم كده تاني، وهكذا. نقوم ننبسط تاني، عضله تنبسط تاني، تملى جديد، تملى. تقوم تنقبض، لما تنقبض تضخ اللي مليته ده ناحيه القلب. هذا شغل العضله. تعالى بقى الواحد، واحد عنده مشكله في الاورده دي. الاورده دهيت مش مظبوطه، مفوته. يعني الناس اللي عندهم الاورده دي مفوته، هو دي كومن في الاوبيس بيرسون، الناس اللي من مشاكل السمنه في الناس الاوبيس اللي عندهم سمنه ووزنهم زايد. الاورده دي بتبقى مش كويسه، بيحصل التهاب فيها كتير فبتبوظ الصمامات دي، بتبوظ الصمام ده بيبوظ. فانت بتملى ماشي، مال ايه؟ تيجي تضخ الدم بيطلع ويرجع تاني، ما الصمام ده بايظ، الدم يرجع تاني. فالضغط هنا يجرى له ايه في الحته دي؟ الضغط هنا يجرى له ايه؟ اهو الضغط هنا يجرى له ايه؟ في الديب فين هيزيد، لان الدم كل ما يطلع يرجع تاني، فالضغط هنا هيزيد. فلما الضغط يزيد من هنا ما يستقبلش دم من السوبرفيشال فين اللي جاي من الجلد بقى، ما يستقبلش لان ضغطنا عالي، فيتبقى الدم في السوبرفيشال فين فتنتفخ السوبرفيشال فين تحت الجلد، تحت ما يسمى الدوالي، يظهر بقى الاورده محتقنه كده يعني. يبقى الدوالي بتبقى بتاعت الرجلين، هي ديت سبب الدوالي بتاعت الرجل. ده الميكانيزم، فشل في البريفرال هارت، فشل في السكليتال ماسل بامب عشان الصمامات باظت، حصل فيها التهاب، حصل ان هي وسعت اكتر من اللازم، عيان بياخد بازو دايليتور، حاجات كتير بقى، اسباب كتيره، وقفت لفتره طويله فالضغط بيعلى، وهكذا يفتح الصمام
يعني في مشاكل كثيره بتتوسع الاورده، واهمها الاوبستي زي ما قلت لحضراتكم، وهي كومن على فكره في الفيميل اكتر من الميل، وكومن اثناء الحمل. ليه؟ لان هرمون البروجسترون بتاع الحمل بيوسع الاورده دي، لما يتوسع الصمام يفوت، الصمام ده يفوت يرجع الدم، الصمام يفوت كده يرجع الدم بقى. يعني لو وسعت انت الوريد كده، لو وسعت جدار الوريد ووسعته بالبروجسترون هرمون اللي بيحصل يطلع اثناء الحمل ده، لو وسعت ده الدم بقى يبقى الدنيا دي مفوته، الصمام فوت ما عادش شغال كويس، ما عادش بيقفل كويس الصمام، وده كومن اثناء الحمل لهذا السبب اللي انا قلته. الاورده اللي في رجلين الستات ديت في السيدات اثناء الحمل ده السبب بتاعهم عشان هرمون البروجسترون بتاع الحمل. نيجي البلاد فوليوم، لا زلت انا بتكلم في العوامل المؤثره في الفينوس ريتيرن وبدورها تؤثر على الكارديك اوتبوت. خلاص فينوس ريتيرن كارديك اوتبوت، ايه بلاد فوليوم؟ منطقي حجم دم كتير عندي في الدوره الدمويه هيزود الفينوس ريتيرن وهيزود الكارديك اوتبوت. حجم دم قليل في واحد عنده نزيف مثلا، واحد بينزف، يبقى الضغط في الاورده هيقل عشان النزيف، والفينوس ريتيرن هيقل والكارديك اوتبوت هيقل. يعني مش محتاجه ان احنا يعني نتكلم فيها كتير الحقيقه. حجم الدم، ما هو ده الفينوس ريتيرن، عندك دم كتير هيدخل كتير هيطلع كتير، عندنا ما فيش دم في الدوره الدمويه هنجيب دم منين يدخل القلب ويخرج منه منين؟ يعني هارت بيت افكت او الكاردياك ساكشن، حد فاهم دي يعني ايه؟ يعني الكاردياك ساكشن او الهارت بيت افكت يعني كل القلب يا جماعه بيؤدي وظيفته في الانقباض والانبساط، ده في حد ذاته يساعد الفينوس ريتيرن. يعني مثلا لو قلنا الاتريال ساكشن، اتريال ساكشن اسنبت الرابيد ايجكشن فيز، يعني وبيحصل كونتراكشن في الفنتريكل، بيحصل كونتراكشن في الفنتريكل، حد فاكر ايه اللي بيحصل؟ يعني اثناء الكونتراكشن بتاع الفنتريكل ويقوم ايه اللي يحصل فجاه؟ نتيجه البابيلاري ماسل اللي موجوده في الفنتريكل تشد على الصمام، تقوم تنزله لتحت فجاه الصمام اللي بين اللي هو الاتريو فنتريكلر فالف اثناء انقباض الفنتريكل، يوم الصمامات اللي بابيلاري ماسل تنقبض تقوم تشد الصمام شويه منزلها تحت كده، نزول الصمام فجاه تحت كده يوم يقلل الضغط فجاه في الاتريوم، فالاتريوم الضغط يقل فيه فجاه يوم يسحب الدم يشفط الدم اللي في الاورده يساعد الفينوس ريتيرن. هذه الحركه يبقى الكونتراكشن في حد ذاته بتاع الفنتريكل ساعد الفينوس ريتيرن، سبحان الله. وبعدين يعتبر قوه دفع خلفيه. يعني ايه قوه دفع خلفيه؟ يبقى هو قوه دفع اماميه وخلفيه، يعني انقباض الفنتريكل ده حاجه اسينشال. انقباض الفنتريكل ده هو بينقبض ام شفط شويه منزل الصمام تحت شويه، فالضغط قل في الاتريوم فالفينوس ريتيرن ام دخل الدم على طول جري في الاتريوم. ماشي، ادي واحده دي اسمها قوه دفع اماميه. جاب الايه؟ طب ايه الخلفيه دي؟ قال لك لما بينقبض الفنتريكل بيعمل لك ضغط في الاورطه، وضغط الاورطه هو بمثابه قوه الدفع للدم في الدوره الدمويه كلها. يعني الاورطه ده بيضخ الدم في الشرايين ثم الكابيلاري ثم الاورده من الخلف اهو، يزق الدم في الاورده يقوم متجه ناحيه القلب. أداة قوة الدفع الخلفية بتاعت انقباض الفنتريكل. خلاص؟ وحاجة تانية هو كمان الفنتريكل ده لما بينقبض بيعمل كده، طب لما بينبسط برضه بيساعد الفينوس ريتيرن؟ اه طبعا. ولما بينبسط الفنتريكل في الرابيد فيلينج فيز بيقوم يشفط الدم اللي فين؟ في الاتريوم، فالاتريوم يفضى يفرغ الدم اللي فيه، فالضغط فيه ينخفض فيسحب الدم من السيفناكيفا. ده كل ده بيساعد الفينوس ريتيرن، سواء انقباض الفنتريكل أو انبساط الفنتريكل، الاثنين بيساعدوا الفينوس ريتيرن. الصمامات بتاعت الاورده ودي وضحناها اهو لحضراتكم، قلنا الاورده بتاعت الرجلين اهي الاورده والصمامات بتاعتها، الدم بيمشي في اتجاه ناحيه القلب اهو، وايه اللي بيمنع رجوعه تاني؟ هو تروح ناحيه القلب اهو، ايه اللي بيمنع رجوعه تاني وينزل في منطقه الفوت القدم؟ هو وجود الصمامات بتقفل، يرجع الصمام يقفل بقى عليه فما يرجعش الدم. لو حصل خلل في الصمامات دي، خلل في الصمامات دي زي ما حصل في الحاله دي كده اهو، الصمام باظ اهو، الصمام باظ الدم راح ورجع تاني اهو، رجع يقوم يعمل لك الاورده دي، يبقى يرفع الضغط في الديب فين، فالديب فين ما تستقبلش من السوبرفيشال فين، السوبرفيشال فين اللي تحت الجلد تنتفخ بالدم، لان الدم يتحوش فيها ما فرغش في الاورده العميقه دي عشان الضغط فيها عالي، ما استقبلتش منه دم، فالدم يتراكم في الاورده السطحيه اللي تحت الجلد سوبرفيشال فين، فيعمل الدوالي دي، الدوالي دي هي العروق اللي بتظهر في الجلد اهي، اسمها الدوالي او الفاريكوز فين. كل اللي فات ده يا حضرات، كل اللي فات ده هو تاثير عامل واحد فقط على الكارديك اوت، الا وهو الفينوس ريتيرن او البريلود على الحرب، بريلود. لكن انا عايز افهم تاثير الافتر لود بقى، بلاد بريشر، عايز افهم تاثير البلاد بريشر على بلاد بريشر على الفينوس ريتيرن. انا هشرحه على الرسمه دي، يعني هشرح تاثير الضغط
الاورطه على الفينوس سيتر. واحد ده الليفت فينتريكل طبعا وده الاورطه، ده الاورطه يعني ده الليفت فينتريكل وده الاورطه. لما نقول بلاد بريشر يبقى بنعني بيه الضغط في الاورطه نوع. لو الضغط عالي في الاورطه يا جماعه الضغط زاد فجاه سادن انكريس في بلاد بريشر نوع، الضغط زاد فجاه، يبقى الضغط العالي ده هيعوق خروج الدم منين؟ من الفينتريكل كده، يبقى الدم مش هيعرف يطلع من الفينتريكل لان الدم بيمشي في اي حته في حسب فروق الضغط. فما الضغط مرتفع هنا اجي اطلع دم من الفينتريكل هلاقي الضغط عالي بره، فمش هطلع كميه الكاردك اوت كلها اللي عندي، يبقى الكاردك اوت هيقل. ماشي. طيب لو قلنا في اللحظه دي يعني في اللحظه دي خلاص يبقى الكاردك اوت هيقل في هذه اللحظه. طب لو قلنا ان واحد عنده بقى عنده هايبرتنشن، مريض الضغط المرتفع، مشكلته ايه معانا بقى ان شاء الله؟ ايه مشكله مريض الضغط المرتفع؟ ركزوا بقى في الميكانيزم اللي جاي ده. واحد عنده ضغط مرتفع وخلاص عنده سنين بيعاني من ارتفاع الضغط، سنين بيعاني من ارتفاع الضغط. ايه اللي بيحصل في مريض الضغط المرتفع؟ هنا الضغط عالي، انا هحكي القصه اهو بقى. هنا الضغط عالي، الدم مش هيخرج كتير من الليفت فينتريكل. طيب ما هو الدم اللي ما الدم مش هيخرج يبقى الدم هنا هيتراكم. الدم هنا لما يتراكم هيجيله دم جديد اصلا كمان عليه اللي جاي من الليفت اتريوم هيصب هنا. فانا عندي هنا دم ما طلعش ما خرجش وفي دم جالي جديد، فيعمل ايه في الليفت فينتريكل؟ يحصل له ستريتش، الاندستريك فوليوم هيزيد فيحصل له ستريتش. يحصل له ستريتش حسب قانون ستارلينج يقوم يزود درجه الكونتراكشن. الكونتراكشن هيزيد في الليفت فينتريكل عشان يتغلب على الضغط المرتفع اللي في الاورطه. فلما الكونتراكشن يزيد هنا يتغلب على الضغط المرتفع هنا في محاوله للحفاظ على النورمال كارديك اوتبوت، يقوم يحافظ على كارديك اوتبوت الى حد ما طبيعي طبيعي بالرغم من الضغط عالي في الاورطه. خلي بال حضراتكم الكلام ده فيري امبورتنت. الضغط عالي في الاورطه وبرغم من كده احنا محافظين على الكاردك اوتبوت بالميكانيزم اللي انا قلته اهو، ربنا عامل كومبنسيشن اهو. طيب وانت لما تضخ دم كده كونتراكشن قوي وهتضخ دم جديد هنا، الله هنا المشكلة عندي ان الضغط هنا عالي، فلما تضخ له دم كمان فالضغط يعلى اكتر في الاورطة. لما الضغط يعلى اكتر في الاورطة اللي هو المرضى الضغط المرتفع يعني، تيجي تضخ بعد كده دم في المرة اللي بعدها تلاقي الضغط مرتفع اكتر، يقوم الدم هنا يتحوش اكتر يتراكم اكتر لان الضغط اللي بقى عالي قوي. فلما الدم يتراكم هنا اكتر يقوم يمط العضلة هنا اكتر يحصلها ستريتش. الحمد لله. فتلاقي الكونتراكشن حسب ستارلينج زاد اكتر. لما الكونتراكشن يزيد اكتر عشان يتغلب على الضغط العالي اللي زاد اكتر هنا. فقاعدين شغالين. هنا الضغط يعلى نقوم نحوش هنا دم اكتر، نمط العضله اكتر عشان الكونتراكشن يبقى قوي يتغلب على الضغط العالي ده ونضخ الدم ونحافظ على الكارديك اوتبوت. الكلام ده ممكن يقعد قد ايه مع المريض؟ مريض الضغط المرتفع ممكن يقعد 10 سنين، 10 سنين. متخيلين المنظر؟ 10 سنين والمريض مش حاسس، مريض الضغط المرتفع مش حاسس باللي بيحصل في القلب. لان ربنا معوضه ضغط عالي، الدم يتراكم هنا، لما الدم يتراكم يمط عضله القلب ستريتش حسب ستارلينج لو، كل ما تعمل لها ستريتش الكونتراكشن يزيد، الكونتراكشن لما يزيد يضخ دم هنا كتير يعوض المشكله. الدم هنا مش كتير يا جماعه، هو الكونتراكشن بيزيد عشان يتغلب على الضغط المرتفع وفي نفس الوقت هيحافظ على النورمال كارديك اوتبوت، ما تضخش دم كتير. هو اصلا الدم كان طالع قليل، احنا زودنا الكونتراكشن عشان يا دوب نعوض اللي كان قال لي ده، بس نحافظ على النورمال كارديك اوتبوت، الدم اللي خارج في اللي بيمشي في الدوره الدمويه يعني. فهنا نقعد سنين، ده يزيد ده يزيد وده يتضخم وده يحصل له ستريتش وده يزيد وده يحصل له ستريتش لغايه ما نوصل لدرجه معينه نعدي قانون ستارلينج بقى. نعدي الليمت اوف ستارلينج، عشان قلت لكم الاستريتش ده له حدود وذ الليمت. انت مطيت العضله اكتر من اللازم بتاعت القلب دي، تمطط اكتر من اللازم، يوم الكونتراكشن بتاع القلب يضعف مش ينقاد، مش هنقاد بعنف بقى، الكونتراكشن يضعف. يا دي المصيبه، هي دي المصيبه بقى. لما الكونتراكشن يضعف هنا ضغط عالي هنا، يعني هنا الكونتراكشن بقى ضعيف والقلب مليان دم مش عارف يضخه والضغط عالي في الاورطه، اذا الدم يتراكم في الليفت فينتكل. لما يتراكم في الليفت فينتكل ما يستقبلش من الليفت اتريوم، لو مش هيستقبل من الليفت اتريوم يبقى الدم هيتراكم في الليفت اتريوم، يقوم الضغط يعلى في الليفت اتريوم. فالليفت اتريوم ما يستقبلش من اللنج، الدم هو جاي كده من الرئه، فالدم يتراكم في الرئه في الكابيلاري بتاعه الرئه. فلما الدم يتراكم في الكابيلاري بتاعه الرئه الضغط يعلى في الكابيلاري فترشح في الالفيولاي، الكابيلاري ترشح
في الالفيولار هي حاله البلمونري اديم اللي هو حاله الازمه القلبيه الحاده نتيجه هبوط حد في الهارت فيلير هنا اكيوت هارت فيلير في القلب ليفت سايد هارت فيلير والدم هنا يتحوش ويعمل بلمونري اديم دي الاجيال دي اللي هي الازمه القلبيه الحاده ودي بقى مميته لو ما اتعالجتش العيان يموت هو ده القصه بتاعه الضغط لما يرتفع ده السيناريو بتاع مرضى الضغط المرتفع لان احنا بنسمي الضغط المرتفع زي ما هنقول في المحاضره اللي جايه الاسبوع القادم ان شاء الله بنسميه الزاحف الصامت المميت الضغط المرتفع يا جماعه العيانين بيبقوا ماشيين كده زي ما انا حكيت لكم الميكانيزم اهو خلاص بقى الامور بقت واضحه بالرغم ان الضغط عالي تيجي تقيس المريض تلاقي ضغطه عالي جدا وقاعد يبتسم لك كده ويضحك المريض سبحان الله يعني ساعه ما بيضحك اعرف ان الميكانيزم ده لسه شغال ضغط يعلى هنا وبعدين الاستريتش والكونتراكشن يزيد عشان في محاوله لثبات الكاردياك اوت بوت وهكذا لسه الكومبنسيشن شغال لغايه العضله ما تمططش قوي ما تمططش قوي ده في مريض الضغط المرتفع يا مريض الضغط المرتفع تلاقي الضغط عالي جدا والعين مش حاسس باي حاجه خالص ولا عنده اي اعراض خالص لان احنا في مرحله الكومبنسيشن مرحله التعويض اللي ربنا عاملها لنا لا عشان كده لازم نعمل شيك اب للبلاد بريشر ده كل 6 شهور على الاقل حتى لو انا حاسس ان انا طبيعي اعمل شيك اب كده فحص قياس الضغط بقول لك على الاقل 6 كل 6 شهور يا سيدي ما بقولكش كل سنه كل بتاع كل شهر يعني كل 6 شهور قياس الضغط لان الضغط المرتفع لا يعلم عن نفسه لا يعلم عن نفسه ملوش اعراض الا اذا حصلت مشاكل اول ما يعرض عن نفسه بمصيبه يعني اول ما الضغط يعلم عن نفسه فهناك مصيبه لا اما ازمه قلبيه حاده لا اما فشل كلوي حاد لا اما جلطه في المخ لا اما نزيف في المخ وكلها حاجات مميته زي ما انتم شايفين كده يعني كلها بلاوي اول ما يعلم عن نفسه بقى بعد ما الدنيا تبوظ خالص بقى ودي مرحله صعب الرجوع اليها بقى يعني نقعد نعالج في المشكله والضغط نقعد نعالج فيه مفيش فايده والعيان بيبقى متلخبط يعني يا عيني لا يبقى مشلول بقى لا يبقى عنده فشل كلوي وهيعمل غسيل كلوي مشاكل كتير رب السماء احنا نتجنب المشاكل دي نقول لك اعمل شيك اب المرضى دول يعني فوق سن 40 سنه بالتحديد اي حد فوق 40 سنه يقيس الضغط كل 6 شهور نكتشف المشكله بدري بدل ما ندخل في التطورات دي بقى يبقى ده مشكله البلاد بريشر والافتر لود اللي هو في الاورطه الضغط هنا في الاورطه وعلاقته بالكارديك اوت خروج الدم من القلب لو الضغط بقى احنا فشلنا هنا وهنا الضغط عالي خلاص الدم هو مش خارج بقى هيخرج ايه مفيش كارديك اوت ولا بتاع بقى يبقى ده القصه بتاعت علاقته بالضغط لو الضغط المنخفض هنا هو الضغط منخفض يا جماعه يعني الدم ما بروحش كويس للانسجه فربنا بيحاول يعوض المشكله دي ازاي هنا الضغط منخفض فالكاردك بفرق الضغط هنا بين هنا وهنا هيبقى عالي لان ده حتى الانقباض الطبيعي بتاع ده هيبقى اعلى من الضغط هنا فيقوم يزق دم كتير عشان الضغط منخفض عشان يعوض المشكله بتاع مرضى الضغط المنخفض لكن لو الانقباض بتاعنا مهما كان كويس مش قادر والضغط منخفض جدا ومش قادرين نعوض الفرق في الدم ده يبقى لازم عندي يتعالج مريض الضغط المنخفض يعني يبقى الضغط المنخفض برضه مشكله يعني مهما ننقبض مش هعرف اعوض نقص البلاد فلو نتيجه انخفاض الضغط في الدوره الدمويه هذا اللي انا حكيته بالتفصيل يبقى الافتر لود انا حكيت المشكله كامله في مرض الضغط المرتفع الى اخره تؤدي لهارت فيلر في النهايه نيجي للفاكتور الثالث اللي بياثر في الكارديك اوتبوت يبقى احنا خدنا البريلود والفينوسيتر خدنا الافتر لود اللي هو البلاد بريشر والهايبرتنشن والهيمودينامكس اللي بتحصل والقصه حكيتها هنا. طيب نيجي بقى في الهارت ريت على اللي هي معدل ضربات القلب وعلاقتها بالكارديك اوتبوت. قلنا ان لو احنا فيسيولوجيكال يعني ضربات القلب بتزيد من 50 الى 100 او بتقل من 100 الى 50 في الرينج الطبيعي ده يعني ده الطبيعي اهو يبقى الكارديك اوتبوت هيبقى ثابتا. لكن لو ضربات القلب زادت اكتر من 50 في حاله باثولوجيه مرضيه اكتر من 100 سوري ضربات القلب او اقل من 50 سواء بالنقص الشديد او زياده الشديد ضربات القلب ده يقلل الكارديك اوتبوت في الحالتين اذا الفيسيولوجيكال تشينج لا تؤثر في الكارديك اوتبوت ولكن الباثولوجيكال تشينج تؤثر في الكارديك اوتبوت ونشوف التفاصيل بالفاريشن الفيسيولوجيكال سواء زياده او نقص دي بتثبت الكارديك اوتبوت زياده او نقص لكن الباثولوجي زياده او نقص يقلل الكارديك اوتبوت يبقى ثاني يبقى هنا الفسيولوجي زياده او نقص نقصد هنا الزياده من 50 ل 100 يا جماعه فقط ما يزيدش عن 100 وهنا النقص لو قل ضربات قلب من 100 الى 50 يا جماعه يعني ما يقلش عن كده ما يقلش عن 50 هنا الزياده اكتر من 100 هنا الزياده اقل من النقص اقل من 50 يبقى هنا الزياده اكتر من 100 هنا النقص اقل من 50 نشوف ايه اللي بيحصل ايه القصه اللي بتحصل قال لك نلعب اللعبه دي مع بعض انت بتقول الهارت ريت هيزيد من 50 ل 100 هو بقى 100 لما الهارت ريت يزيد ل 100
ضربات القلب سريعه يعني فتره الدياستول هتبقى قليله، تبقى قليله، فالقلب مش هيملى كويس زي ما كان بيملى طبيعي. يعني لما كان ده 70 كان بيملى ده 70، كان الستروك فوليوم 70، لما كان هارت ريت 70 كان الستروك فوليوم 70. لكن لما ده يزيد 100 القلب بيدق بسرعه، فتره الدياستول هتقل في الزمن، مش هنلحق نملى كويس، فمش هيملى كويس، لان الدياستوليك فوليوم هيقل وكميه الدم اللي هتخرج بقى ما اتعملتش كويس هتقل، بدل ما كانت 70 بقت 50، يبقى ده زاد على حساب نقص، ده هيعوضوا بعض، هيعوضوا بعض، ده في الطبيعي فيسيولوجي، ده زاد ده يقل، يبقى هو 5 لتر فضلوا ثابتين اهو، قال لك هو فضل ثابت اهو. تعالى بقى لما يقل ضربات القلب، لما تقل ضربات القلب من 100 الى 50، هارت ريت بقى 50، هارت ريت بقى 50، طب بقى 50 يبقى عندي فرصه املى كويس، الدايستول بقى فتره طويله القلب بيدق على مهله، الدايستول هيملى كويس، هنملى كويس، لما نملى كويس نضخ دم كويس اللي هو الستروك فوليوم، بدل ما كان 70 هيبقى 100، يبقى بقى كان مكان 70 مللي بيطلعوا في الدقه الواحده هيبقى 100 مللي بيطلعوا، اضرب برضه الهارت ريت قل بقى 50 والستروك فوليوم زاد بقى 100، الاثنين هيعوضوا بعض، يبقى ويبقى الكاردك اوتبوت ثابتا، ده الفيسيولوجيكال تشينج بتثبت الكاردك اوتبوت، بيحصل كومبنسيشن خلاص. على في الباثولوجي بقى، لو حصل مشكله ان الهارت ريت زاد قوي في حاله الباروكسيزمال تاكي كارديا، انتوا عارفين حضراتكم الهارت ريت بقى 150 ل 200، 150 ل 200 يعني فوق ال 100، يعني زاد عن ال 100، الهارت ريت بقى 200 اهو، فالقلب مش هيلحق يملى، يعني القلب سريع جدا مفيش فرصه املى في الدايستول كويس، وبالتالي الستروك فوليوم هيقل جدا، هيقل مش هيقدر يعوض، ان هنا زياده رهيبه في الهارت ريت وهنا نقص شديد في الستروك فوليوم، بقى 20 كان 70 بقى 20 وهنا كان 70 بقى 200، يبقى هنا الزياده الرهيبه في الهارت ريت دي اضرب بقى، اضرب ده يطلع 4000 يعني اقل من 5000 يعني كاردك قل اهو. تعالى في الكومبليت هارت بلوك ضربات القلب بتبقى 30، الهارت ريت بيبقى 30 في مرضى الكومبليت هارت بلوك اللي هو الايديو فنتريكولار ريزم، اللي هو العيان بيدق بالايديو بالدق الذاتي بتاع الفنتر، عضلات الفنتر يوم 25 ل 40 اللي هو متوسط 30 يعني، ده في حاله الكومبليت هارت بلوك، القلب بيدق بالايديو فنتريكولار ريزم 30. طب انا عندي 30 مهما يا جماعه املى، مهما املى ومهما الهارت ريت قليل وهملى براحتي، عمر ما الاستروك فوليوم هيزيد عن 130، يعني مهما املى وضخ والكونتراكشن وكل حاجه، 30 في 130 ب 3900 برضه لا يزال اقل من 5000، يبقى قلل الكارديك اوتبوت، يبقى الزياده فوق ال 100 او النقص تحت ال 50 في الهارت ريت في حاله الحالتين يقلل الهارت ريت، يقلل الكارديك اوتبوت، لكن الزياده هنا في الرينج من 50 ل 100 وهنا اقل من 100 الى 50 رغم في الرينج الطبيعي، يبقى الكاردك اوتبوت ثابتا. وهنا منحنى يمكن يوضح الحكايه دي اهو، هذا الهارت ريت من 50 الى 100، يعني من 50 ل 100 يبقى الهارت يبقى الكاردك اوتبوت الى حد ما ثابتا، زودته قوي الكاردك اوتبوت هارت ريت الكاردك اوتبوت يقل، قللت الهارت ريت قوي الكاردك اوتبوت يقل، دي براديكارديا دي تاكي كارديا. هنا بيقول لك ممكن الهارت ريت يبقى مصحوب بتغير في الفينوس تيرن، اللي فات ده كان مع ثبات الفينوس تيرن، كان مع ثبات الفينوس تيرن اللي هو اللي انا حكيته اللي فات ده. طب لو كان الهارت ريت تغيراته مصاحبه لتغيرات في الفينوس تيرن بقى الفينوس تيرن يزيد، الهارت كان بي فيلد ماكسيمم كاباسيتي ان شورت دايستوليك بيريود، يعني هي الفكره. لا افرض عندك الفينوس تيرن زايد وبرده القلب بيدق بسرعه، هي الفترة الزمنية القصيرة اللي هيملى فيها القلب ده هيملى كتير برضه، لأن يعني عندك دم كتير جاي للقلب، دم كتير هيملى كتير برضه، مع الفلو أسرع، الفلو بقى سريع هيملى كتير، فيزود ده فيزود الكارديك أوتبوت ويزود الاستروك فوليوم. طيب خلاص ما دي اتفهمت. طب لو الفينوس ترن قليل والهارت ريت سريع، ده اللي ودينا في داهية بقى، ده يقلل الكارديك أوتبوت. ده اللي احنا حكيناه، ده اللي انا حكيته في الأول، اللي هو اللي تشينج في الهارت ريت مع الكونستانت فينوس تيرن، ده اللي انا قلته بالتفصيل، وده مع اللي تشينج في الفينوس تيرن، يعني كان مصاحب له تغيرات في الفينوس تيرن برضه. اضرابات القلب، مش احنا خدنا الفينوس تيرن والعوامل اللي بتاثر فيه وبالتالي بتاثر في الكاردك اوتبوت، من باب اولى برضه اعرف ايه العوامل اللي بتاثر في الهارت ريت كعامل مؤثر في الكاردك اوتبوت، يا ترى ايه اللي ياثر في الهارت ريت بقى وبالتالي ياثر على الكاردك اوتبوت، هو ده ايه اللي بيأثر في الهارت ريت وبالتالي ياثر على الكاردك اوتبوت. سيمبل خالص، سيمبل، انت الهارت ريت احد العوامل المؤثره في الكاردك اوتبوت، لانك بتضرب الهارت ريت في الاستروك فوليوم يطلع الكاردك اوتبوت. وهنا نشوف الهارت ريت اهو ايه اللي بيأثر فيه؟ في نيرفس فاكتور،
نيرفس ريجوليشن عن طريق اللي هو بنسميها الفازو موتور سنتر والكارديو فاسكولار سنتر اللي موجود في المظله اوبلونجاتي. دي قصه تمام علينا. يبقى هنا في تحكم عصبي في الهارت ريت هنحطه في الاعتبار. في هرمونات تاثر في الهارت ريت، في ريفلكسز كتير بتاثر في ضربات القلب، بين بريدج ريفلكس زي قلنا مثال له، يعني البنسترين لما يزيد بين بريدج ريفلكس بيزود الهارت ريت، ده احد الريفلكسات. في قانون ثاني اسمه قانون ميري، ميريز لو، لما الضغط بيعلى الهارت ريت بيقل، ده اسمه قانون ميري. دي ريفلكسز يعني. كيمو ريسبتور الاكسجين لما زي الريسبيريشن بالظبط، الاكسجين لما يقل او السو 2 يزيد او الهيدروجين يزيد بيزود الهارت ريت عن طريق كيمو ريسبتور. البارو ريسبتور الضغط لما بيعلى بيقلل الهارت ريت، وده اسمه قانون ميري. الكورتيكو هايبوثالاميك ديسيندنج باسوي يعني المسارات العصبيه النازله من السيربرال كورتكس والهايبوثالاموس ممكن تاثر على الاوتونوميك سنتر فتاثر على الهارت ريت. السمبثيك والباراسمبثيك الاوتونوميك اهوت ياثر على الهارت ريت. دي كلها عوامل بتاثر على الهارت ريت وبدورها تؤثر على الكاردياك مين اوت بوت، يبقى ده بيأثر على الهارت ريت وبدورها يؤثر على الكاردياك اوت بوت. ده المقصود من الكلام. على الجانب الاخر السوليك فوليوم بالمره بقى هي درجه الكونتراكشن، درجه الكونتراكشن تاثر على السوليك فوليوم. البريلود الفينوس ريتيرن، وان لما نملى كتير حسب قانون ستارلينج العضله هيحصل لها ستريتش تقوم تنقبض بعنف تطلع السوليك فوليوم كتير. الافتر لود الضغط لما يعلى، لسه مخلصينه حالا اهو، بلاد بريشر لما يزيد ده يقلل السوليك فوليوم، ده لان ده بيعتبر مسافه ريزيستنس لخروج الدم. يبقى ده بيأثر على الستروك فوليوم، ده بيأثر على الهارت ريت، والمحصلة هي الكاردياك اوتبوت. ده النيرفس بتاع الهارت ريت بقى بشيء من التفصيل البسيط، اللي هو النيرفس دور الاوتونوميك نيرفس سيستم سمبثيك باراسمبثيك والريفلكس. الهيومرال ريجوليشن اللي هو المواد الكيميائية سواء الهرمونز او الكيميكالز او البادي تمبريتشر كفيزيكال فاكتور، ده فيزيكال فاكتور بيأثر على الهارت ريت. يعني الاوتونوميك نيرفس سيستم زي ما حضراتكم شايفين كده دور السمبثيك والباراسمبثيك. السمبثيك انتوا خدنا ده البيس ميكر بتاع الهارت، ده البيس ميكر، ده البيس ميكر بوتنشال احنا خدناه بتاع الاس ام ده اللي هو ده النورمال اهو. هو السمباثيتك بيسرع عن طريق بيخلص الاجراءات، يعني شوف اهو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي، شوف بيبتدي فين اهو، ده الطبيعي هو خلاه يحصل بدري او بيسرع كل الاحداث في البيس ميكر فيزود ضربات القلب، ده السمباثيتك. هنا الباراسمباثيك بيعطل بقى، اذا كان ده الطبيعي شوف اهو الباراسمباثيك بدا يعطل اهو، عندك فرصه تعمل عدد قليل من البيس ميكر في الاس اي نود فيقلل ضربات القلب. ده دور الاوتونوميك نيرفس سيستم متمثلا في مين؟ في بتاع لك السمبثيك بيزود ضربات القلب اللي هو يسرع الحكايه دي عن طريق ان هو بيدخل الكالسيوم بسرعه في اول مرحله اللي هي البري اللي هي السلوب ده، المرحله دي يدخل الكالسيوم كتير بسرعه فنقصر الزمن بتاعها فنحصل بدري كده، نحصل بدري ايرلي كده. لكن هنا البريف الباراسمبثيك نيرفس سيستم باراسمبثيك بيقلل الهارت ريت عن طريق انتوا عارفين في المرحله الاولى دي البوتاسيوم ما بيخرجش. قال لك لا احنا هنفتح البوتاسيوم بقى نعمل هايبر بولاريزيشن فنعطل حكايه ان انا ايه اوصل للفايرنج ليفل دي. ده الباراسمبثيك بيخرج البوتاسيوم في المرحله دي بتكسر الكيفلكس. احنا قلنا برضو ان في اثناء الريست وانا بشرح دلوقتي قلنا ان الاس اي نود بيقع تحت تاثير البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الفيجل تون باستمرار وبيقلل. قلت انا في محاضره اول محاضره خالص في الكارديولوجي قلت ان الاس اي نود اصلا بيدق بمعدل من 100 ل 110 طبيعي، لكن احنا ربنا مخلي الفيجاس يشتغل عليه باستمرار كده اثناء الريست، الفيجاس بيشتغل بصوره ضعيفه عليه عشان يقلل الريت بتاعه من 110 الى كام؟ الى 70، لان انا يكفيني انا في الريست 70 دقه مش محتاج ال 110 بتوع الاس نود دول، وربنا عشان يخلي الباقي للريزيرف. افرض انت طلعت سلم فجاه فضربات القلب هتزيد، فلما تزيد ما يعتبرش تحميل على القلب، يعتبر انت لازلت بتشتغل في الرينج الطبيعي بتاع الاس نود، يعني اللي هو لغايه 110 ده طبيعي على فكره ما بنخافش احنا فضربات القلب تزيد، لكن هو يكفيني في الريست 70 دقه. فربنا مهدي معامل لي الفيجل تون ده يشتغل باستمرار على الاس مود ويقلل نشاطه من 100 الى 70 يكفيني في الريست 70، وسايب الباقي ده ريزيرف احتياطي للطوارئ. بين بريدج ريفلكس ده اللي هو الريفلكسات اللي بتاثر على الهارت ريت، قلنا لما بيزيد الفينوس ريتيرن بيقوم يدخل دم كتير في الرايت اتريوم، يقوم يعمل ستريتش في الرايت اتريوم فينشط مستقبلات اسمها الميكانو ريسبتور او الاسترتش ريسبتور في الرايت اتريوم، او اسمها لو بارو ريسبتور، لو بريشر بارو ريسبتور اسمها كده المستقبلات اللي فاتت، فدي بيطلع منها عصب الفيجاس حامله الاحساس. يعني هنا بيطلع عصب الفيجاس الى منطقه في المخ اسمها الكارديو اكسلريتو سنتر في المظله الاوبلونجاتا، والكارديو اكسلريتو سنتر يرد على القلب بالسمباثيك، ينشط السمباثيك والسمباثيك يروح للاس اي نود يزود ضربات القلب. ده البين بريدج ريفلكس. قانون ميري قلنا في علاقه عكسيه بين الضغط والهارت ريت، لما الضغط يعلى الهارت ريت يقل، دي العلاقه العكسيه اسمها قانون ميري.
والضغط لما بيعلى بنشط المستقبلات البارو ريسبتورز اللي موجوده في الاورتيك ارش والكاروت ساينس، لو حضرتك متذكرين اللي كانت موجوده في اللي شرحناها في ريسبيريشن، يعني بنشط البارو ريسبتور اللي في الكاروت ساينس والاورتيك ارش لما ينشطها يقوم ينشط الكارديو انهيبيتوري سنتر في المظله، والكارديو انهيبيتوري سنتر ده متصل بالباراسمباثيتك الفيجاس، فيبعت الفيجاس الى الاس نود فيقلل ضربات القلب. هذا الايه الحكمه من كده، لما ضربات القلب تقل يبقى الضغط، يبقى الكاردك اوتبوت هيقل، يبقى الضغط يقل، لان الضغط كان عالي في الدوره الدمويه، فربنا عشان يوطي الضغط بيعمل الميكانيزم ده. ترايجيمينو كاردياك ريفلكس ده مش مهم بالنسبه لحضراتكم يعني، ده بيجي من منطقه الفيس، منطقه الهيد. الهيومرال ديجريشن بتاع الهارت ريت، وبرده اللي انا هفكر حضراتكم عشان ما تنسوش، احنا بنتكلم عن اللي بينظم ضربات القلب اللي بيأثر في الهارت ريت وبالتالي يأثر على الكارديك اوتبوت. الهارت ريت عامل مؤثر في الكارديك اوتبوت. الهرمونات اللي بتأثر على الهارت ريت، ادرينالين والثايروكس، الادرينالين والنور ادرينالين دول لما تحطهم على ايزوليتد هارت اللي احنا خرجنا القلب كده بره جسم البني ادم هيشتغلوا عليه يزودوا الهارت ريت. لكن للاسف لما انت تدي الادرينالين والنور ادرينالين دول تديه في واحد عادي زينا كده يعني، يبقى اول حاجه الضغط هيعلى، دول هيعملوا فازو كونستريكشن والضغط هيعلى، ولما الضغط يعلى لسه ايه الحاله، في هناك علاقه عكسيه بين الضغط والهارت ريت، فلما نديهم دول كده يقوموا يرفعوا الضغط فالهارت ريت يقل حسب قانون ميري. طب الثايروكسين، الثايروكسين ها ده هرمون الغدد الدرقيه، ده بيزود ضربات القلب لانه بينشط مباشره الاس ان ود وبيزود الميتابوليزم فبيزود الفينوس ريتيرن. هذا الثايروكسين هرمون. في مواد كيميائيه بتزود ضربات القلب زي الاتروبين اللي هو الباراسمباثوليتيك اللي بيعاكس الفيجاس نيرف، باراسمباثوليتيك، وزي الهيستامين ان هو بيعمل فازودايليتيشن فبيقلل الضغط، فلما الضغط يقل علاقه عكسيه فيزود الهارت ريت او يزود الهارت ريت. السمباثوميميتيك دراجز بتزود الهارت ريت اللي هي بتنشط السمباثيك. الكيميكالز بقى اللي بتقلل الهارت ريت زي الاستايل كولين بتاع الباراسمباثيك اهو، وزي المورفين ده الاوبييت المسكن، وده بينشط الكارديو انهيبيتور سنتر في منطقه المظله اللي هو متصل بالفيجاس فبيقلل ضربات القلب. ده هو نشاط المركز ده في المخ، وده اللي بيطلع منه عصب الفيجاس يقلل ضربات القلب. درجه الحراره دي فيزيكال فاكتور بقى، اي زياده في الحراره في قاعده، لما درجه الحراره الطبيعيه 37 درجه، لما تزيد تبقى 38 يبقى زادت واحد بس، من 37 38 درجه واحده، لما تزيد الحراره درجه واحده يرفع الهارت ريت 10 دقات 10 ضربات، كل زياده في الحراره درجه، درجة حرارة الدم تزيد درجة يزود ضربات القلب 10، فنتيجة إن الحرارة لما بتزيد دي بتنشط الإس نود مباشرة وبتنشط الكارديو أكسلريتور سنتر اللي متصل بالسمباثيك، فده يسرع ضربات القلب، ده في المظلة أوبلونجاتا في المخ. طيب نشوف هنا الـ الحاجات الريجيوليشن، نلخص الكلام، في حاجات بوزيتيف كرونوتروبيك إفكت يعني بتزود الهارت ريت، وحاجات نيجاتيف كرونوتروبيك إفكت يعني بتقلل الهارت ريت. وده بوزيتيف كرونوتروبيك افكت وده نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، ده اللي يقلل الهارت ريت وده اللي يزود الهارت ريت. الاوتونوميك نيرف سيستم السمباثيك في حين الباراسمباثيك يقل. الكيميكالز هنا ده تشوف النور ابنفرين، الابنفرين لو اتضايق الايزوليتد هارت يا جماعه، في الايزوليتد هارت عشان واحد يقول لي ده دكتور الكلام متناقض، انتوا دايما تقولوا لي الكلام ده يا جماعه عليكم، لان الفهم للاسف الشديد درجه الفهم ما بتبقاش مش لامين الموضوع كويس. ده في السلايد دي عكس دي يا دكتور، حاجه غريبه الحقيقه يعني. انا لسه شرحه اهو، نور ابنفرين وابنفرين لما يشتغلوا على ايزوليتد هارت يزودوا الهارت ريت، لما بيشتغلوا في الانتاكت بلاد فيزل داخل البني ادم يقللوا الهارت ريت عن طريق يرفعوا الضغط. الثايروكسين هرمون، الكالسيوم لما يزيد يزود ضربات القلب. الباراسمباثيك الاستايل كولين يقلل، زياده الصوديوم زياده البوتاسيوم ده يقلل ضربات القلب. الاذر اليونج ايج وزياده البادي تمبريتشر والفيميل جندر، هنا زياده البادي تمبريتشر دي الفيفر يعني الحمى، واللي قلنا كل درجه تزود 10 دقائق. الفيميل لان الفيجال تون عندهم قليل، لسه قايلها في اول المحاضره، الفيجاس نيرف عندهم اقل نشاطا من الرجاله فالهارت ريت عندهم زايد. الاولدر ايج هنا نقص البادي تمبريتشر، الميل جندر ده يقلل الهارت ريت. يبقى هنا بوزيتيف كرونوتروبيك افكت يعني يزود الهارت ريت، نيجاتيف كرونو يعني يقلل الهارت ريت. دول نشوف بقى الفاكتور الرابع والاخير اللي بيأثر في الكارديك اوتبوت وبالتالي يؤثر على مين؟ على الـ على على القصه بتاعتنا، يبقى كونتراكشن ايه اللي اثر في كونتراكشن؟ يعني الكونتراكشن لما يزيد علاقه طرديه دايركت بروبوشنال، لا لما الكونتراكشن يزيد هيزود الاستروك فوليوم والكارديك اوت، لما الكونتراكشن يضعف زي الهارت فيلير هيقلل الاستروك فوليوم والكارديك اوت، يعني العلاقه دي.
واللي بيحكمنا هنا هو ستارلينج لو، عن طريق اللي هو لما نملى كتير والنسترن يزيد هنملى كتير هنمط العضله انيشال لينس هيزيد بتاع العضله اثناء الديستول، يوم حسب قانون ستارلينج يزود الكونتراكشن يزود الستريس فوليوم يزود الكارديك اوتبوت، ودي الكلام ده قلناه واحنا بنشرح. في حاجات بتاثر على الكونتراكتيليتي اللي انا بنتكلم عليها الوقت دي، بيأثر على الكونتراكتيليتي وبالتالي هيأثر على الكونتراكتيليتي وبدوره يؤثر على الكارديك اوتبوت والستريس فوليوم. ايه الحاجات البوستيف انوتروبيك اللي هتزود الكونتراكشن وبالتالي تزود الكارديك اوتبوت، واللي يقلل اللي يزود الادرينالين والنور ادرينالين والديجيتاليز والجلوكاجون هرمون ده بيطلع من البنكرياس والكورتيزول اهو كورتيكوسترويد والاكزانسين ديريفيتيف ده موجود في الشاي بنسبه عاليه، ده يزود الكونتراكشن كل ده فيزود الكارديك اوتبوت. ايه الحاجات النيجاتيف؟ اسيدوزيس وزياده البوتاسيوم والكالسيوم تشانل بلوكر اللي هي الحاجات اللي بتقفل بوابات الكالسيوم فبتعوق الكونتراكشن، لان يعني الكالسيوم مهم عشان الكونتراكشن. المثال ده بيبين ان ده الكونتراكشن الطبيعي، وده السمباثيك هو تزود معدل الكونتراكشن في عضله القلب، زود الكونتراكشن وبالتالي يزود الستروك فوليوم ويزود. طيب يعني ايه ريجوليشن اوف كارديك اوتبوت بقى اللي فات ده الفاكتور المؤثره في الكارديك اوتبوت؟ لكن ايه كلمه ريجوليشن اوف كارديك اوتبوت؟ ريجوليشن اوف كارديك اوتبوت اللي هو التنظيم بتاع الكارديك اوتبوت في الديفرنت سيتويشن، يعني انت وانت نايم هل الكارديك اوتبوت بيجرى له ايه وانا نايم؟ هل وانا بلعب رياضه كارديك اوت ازاي الجسم بينظمه عشان يتناسب المجهود ده مع الرياضه وهكذا. يبقى احنا بنعمل مجهود عشان يتناسب مع، يعني بنغير الكارديك اوت عشان يتناسب مع السيتويشن او الظرف اللي انا موجود فيه. في حاجه اسمها البرميسيف ليفل اوف ذا هارت، يعني القلب مسموح له يشتغل ازاي. النورمال هارت ممكن مسموح له يشتغل يطلع كميه كارديك اوت لغايه 15 لتر، يعني يزيد من 5 ل 15 لتر، ده طبيعي خالص اهو. في الرياضيين ممكن يزيد 20 قلت 40، على فكره قلت 40 لتر من شويه برضه، من 20 ل 40 لتر ممكن يزيد في الرياضيين. فهبوط القلب هو 3 لتر، ما ينفعش يزيد اكتر من كده، لو زاد اكتر من كده يبقى القلب هيقف. الهارت فيلير هم 3 لتر بالكثير اللي اقل من 5 لتر يعني. خلاص؟ هنا اللي قدام حضراتكم ده ممكن القلب يعمله دون الحاجه الى الاعصاب او المواد الكيميائيه اللي انا استعرضتها من شويه. ولا مواد كيميائيه ولا اعصاب، ممكن يعمله انترنسك لوحده، ممكن هو ينظم حالته لوحده دون الحاجه الى الباقي. ولا محتاج اعصاب ولا مواد كيميائيه تاثر فيا. ده اسمه الانترنسك ريجوليشن. الانترنسك ريجوليشن ده انه دون اللجوء لاي حاجه. فاذا لجأ القلب الى الاعصاب والمواد الكيميائيه عشان، وده اللي بيحصل في الجسم الطبيعي، ما هو جسمنا في جسم، احنا القلب في جسمنا متصل بالاعصاب ومتصل بالمواد الكيميائيه، فطبيعي طبيعي ان هو يتاثر بيهم. فلما يتاثر بيهم اسمهم اكسترنسك ريجوليشن. يبقى في انترنسك دون الحاجه الى الاعصاب او المواد الكيميائيه لوحده، القلب ممكن يشتغل لوحده وينظم الكارديك اوتبوت حسب الظرف اللي هو موجود فيه، رياضه ولا نوم ولا ايه بالظبط. ده اسمه نوعين، هيترومتريك وهوميومتريك، ده نوعين بتوع الانترنسك. الاكسترنسك بقى اللي هو اللي احنا قلناهم نيرفس وهيومرال زي ما قلناهم دلوقتي، حاجات اللي بتنظم الهارت ريت. انترنسك ريجوليشن يعني ايه انترنسك ريجوليشن؟ يعني لو زاد الفينوس ساترن يا جماعه، لو زاد الفينوس ساترن يقوم يعمل ايه؟ القلب هيملى كويس، الفنتكل هيملى، فالانديستريك فوليوم هيملى، فيحصل ستريتش في الكاردياك ماسل. لما يحصل لها ستريتش، لما تتمط العضله بتاعه القلب حسب قانون ستارلينج حسب ستارلينج، يقوم الكونتراكشن يبقى قوي. الكونتراكشن يبقى ايه؟ قوي اهو. ده اسمه هيترومتريك. يعني ايه هيترومتريك؟ يعني ايه؟ ان حصل تشنج في اللينز، يعني لما ملينا كتير طول العضله بتاع القلب بالفنتريكولار ماسل طولها زاد، لما طولها زاد حصل تغير في الطول اهوت حسب قانون ستارلينج، الكونتراكشن بقى قوي فزود الكارديك اوتبوت. لما يزيد الفينوس ترن الهوميومتريك ده اللي هو بيعتمد على، ملوش دعوه بتغير الطول، رجع تغير الطول، لكن هناك فاكتور اخرى بتاثر فيه زي مواد كيميائيه بتاثر في الادرينالين بيزيد في القلب اثناء الاكسرسايز. على فكره القلب بيعتبر كغده صماء بينتج ادرينالين اثناء الرياضه، القلب نفسه بينتج ادرينالين، ده حديثا الكلام ده، القلب نفسه على القلب بتفرز ادرينالين، يعني بيعتبر يعد كغده صماء الان القلب نفسه من ضمن الوظائف بتاعته غده صماء بيفرز ادرينالين. الادرينالين ده لما يزود دون ان يغير طول العضله فده بيسموه هوميومتريك. لما نزود كفاءة القلب في الأداء ونزود الكونتراكشن دون أن نغير الطول، يعني ما نطبقش قانون ستارلينج ونزوده كده ونأثر على العضلة مباشرة كده، ده اسمه قانون ستارلينج. أو الحرارة تزيد كده نتيجة الإكسرسايز في الدم كده، الحرارة نفسها تقوم تزود الكونتراكشن دون أن نغير الطول أو نمط العضلة، ده اسمه هوميومتريك. الإكسترنسك بقى اللي هو تأثير السمباثيك والباراسمباثيك والهرمونات والمواد كمان اللي أنا قلتها من شوية. ده البريباريشن اللي احنا بندرس عليه التغيرات او ريجوليشن بتاع الكارديك اوتبوت في الابحاث الاكاديميه بتاعتنا يعني. ده الفرق بين الهيترومتريك والهوميومتريك. انا قلت ده اول ما يجي تيجي تلعب رياضه مثلا، فده بيحصل في خلال 30 ثانيه من بدايه لعبك رياضه، وده ترانزنت ميكانيزم يعني مؤقت وبيشمل التغير في الطول. هيترو يعني تشينج في اللينز، هيترومتريك يعني تشينج في اللينز.
هنا بنملى دم كتير فعضلة بتتمط فالكونتراكشن بيزيد، فطبعا هنا بنملى كتير يبقى الاندلس فوليوم هيزيد وهنطلع دم كتير، واللي هيتبقى كمان كتير لان انا مليت كتير اصلا، مليت كتير وهطلع دم كتير واللي هيتبقى كمان كتير، هذا اللي بيحصل في المرحله دي. لكن انت لما هنا في المرحله دي بتحصل بياليها دي على طول، ياليها دي لان ما ينفعش كل حاجه تبقى زياده كده عن الطبيعي، لازم ارجع الحاجات دي للطبيعي، فده الميكانيزم اللي هيرجعني للطبيعي في كل حاجه. يبقى هنا انا بعد شويه بقى يعني انا لعبت رياضه واستريحت وانا في فتره الراحه، ده بيحصل في خلال 5 دقائق من ان هو انت خلصت الماتش او خلصت لعب الرياضه، ودي مرحله بتبقى ستدي ثابته بقى هتنظم لي البلاد. هنا مفيش تغير في الطول بقى، ما انت الفاكتور اللي كنت بترفع بيه زود الفينوس ترن وخلاص، ما عادش في فاكتور، ما عادش بتلعب رياضه ولا بتزود الفينوس ترن ولا حاجه، بقيت ريستنج خلاص. طب انا هظبط الحاجات دي ازاي في المرحله دي؟ هتظبطها ان بيعود بالتدريج الاندلس فوليوم يرجع طبيعي بالتدريج، لكن الكونتراكشن الكونتراكشن لسه الكونتراكشن قوي متاثر بالمرحله دي، الاستروك فوليوم لا زال بيبقى عالي على حساب الاندستوليك فوليوم بيبقى قليل، لكن ده بيبتدي يقل بالتدريج، ده برضه يقل ويرجع طبيعي الاستروك فوليوم على حساب اللي هيتبقى يرجع كمان بالتدريج، يزيد بالتدريج ويرجع طبيعي. يبقى كده ظبطت الدنيا. الهدف من المرحله دي ان انا لما بطلع استروك فوليوم كتير هنا برفع الضغط في الاورطه، فالهدف الرئيسي من المرحله دي ان الضغط بقى اظبطه وارجعه طبيعي عن طريق ان انا اعمل كل حاجه نورمال كده، ارجع كل حاجه نورمال فالضغط يبقى يرجع طبيعي في الاورطة. ده الميكانيزمات اللي انا قلتها من شويه. ده الاكسترنسك اللي احنا قلناه برده، ده سواء كان سمباثيك بيزود الهارت ريت كورنوتروبيك افكت، وانوتروبيك افكت يزود الكونتراكشن، وبرده بيزود المين سيركيوليتوري بريشر عن طريق ان هو بيعمل فازو كونستريكشن فبيرفع الضغط في الدوره الدمويه، فالضغط يعلى اكتر من الريت اتريوم، فالضغط فالدم يدخل كويس يزود الفينوس ريترن. ده تاثير السمباثيك وازاي بيزود الكارديك اوتبوت. الباراسمباثيك بيقلل كل خواص عضله القلب، فبطبيعه هيقلل الكارديك اوتبوت، يعني بيقلل الهارت ريت، بيقلل الكوندكتيفيتي، بيقلل الكارديك اوتبوت والورك اوف ذا هارت والاكسجين كونسامشن. تاثير الباراسمباثيك ده على الهارت ريت هو ده الدوميننت اثناء الريست، يعني الباراسمباثيك اللي بيشتغل على القلب هو السائد اثناء الريست تحت ما يسمى فيجل تون، ودي وضحتها عشان يقلل نشاط الاس ان 1 من 100 ضربة اللي هو الدق الطبيعي بتاعه إلى 70 ضربة اللي هو متعارف عليها في الهارت ريت. هرمونز والدراجز قلناهم، الجلوكاجون ده هرمون بيطلع من البنكرياس من الألفا سيلز أوف أيلتس أوف لانجرهانز، وده بيزود الكونتراكشن ويزود الهارت ريت. كاتيكولامين والأدرينالين والنور أدرينالين والسمباثوماليميتك دول بيزودوا من الكارديك أوت. السيروكسين بيزود برضه الكارديك أوت. الديجيتاليز بيزود عن طريق زود الكونتراكشن، زود الكونتراكشن فيزود الستروك فوليوم، ده الديجيتاليز. إكزانسينز دي مواد موجوده في الشاي كتير، يعني الماده دي موجوده في الشاي فبتزود الاستروك فوليوم فبتزود الكارديك اوتبوت. الكينيدين والبروكانامايد والباربيتوريتس دي ادويه كلها بتقلل الكارديك اوتبوت عن طريقها بتقلل الاستروك فوليوم. نقص الاكسجين وزياده السي او 2 وزياده الهيدروجين والاسكيميا نقص البلاد سبلاي طبيعي ومنطقي ان الحاجات دي كلها تقلل الكارديك اوتبوت لانها هتقلل الكونتراكشن وهتقلل الهارت ريت. خلاص الحاجات دي لما الاكسجين يقل قوي يا جماعه، يقل قوي او السي او 2 يزيد قوي او يحصل اسيدوزيس حلمة او اسكيميا، ده يقل الهارت ريت، يقل الكارديك اوت، يقل الاستروك فوليوم. ده بمنتهى البساطه ده النورمال كونتراكتيليتي في الكاردياك ماسل، ده النورمال. علاقه الاندستوليك فوليوم اللي احنا نملى قد ايه، نملى قد ايه اثناء الديستول، وعلاقتنا بالكونتراكشن وعلاقتنا بالاستروك فوليوم. انت مليت كتير كده، مليت كتير يبقى الكونتراكشن هيبقى قوي، يبقى الاستروك فوليوم ضارب في السماء، هيبقى عالي الاستروك فوليوم بقى. خلاص انت مليت قليل، لما ليت قليل كده قليل اهو في اللو كونتراكشن، قليل قليل الاستروك فوليوم هيقل عشان الكونتراكشن هيبقى ضعيف. فانت مليت قليل كده، ده قليل الاستروك فوليوم قليل، فانت كده اهو لو كونتراكتيليتي فالاستروك فوليوم هيبقى قليل. انت مليت كتير، مليت كتير اهو، مليت كتير يبقى هنا اطلع فوق، يبقى الكونتراكشن اهو قوي، يبقى الاستروك فوليوم اهو يبقى عالي جدا، وهكذا علاقه الكونتراكتيليتي بالاستروك فوليوم. شكرا لحضراتكم. اي استفسار يا دكاتره؟ دكاترة. ايوه دكتور. ايوه دكتور. تفضل يا ابني استفسر. الله يعطيك العافية، كل شيء واضح والله، ما عندي سؤال. لا انا اتخضيت لما قلت لك ايوه دكتور. انا جالي شك. الله بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد. غيره حد تاني؟ اي حد عنده استفسار؟ ها؟ ما انتوا لستوا بحاجه ان انا انبه ان الكارديك اوتبوت تاني هو اي ال او في الحاله الرابعه والخامسه والسادسه، وانا تعمدت اشرحه في منتصف المسافه الحاله الخامسه يعني،
لكن هو هتلاقيه برضو طالع لك في الاجنده في الحاله السادسه، وكان طالع في الحاله الخامسه الكاردياك اوتبوت. انتوا عارفين هو في الحاله الرابعه كان طالع ازاي؟ حد عارف ايه الكيو اللي يطلع لي الكاردياك اوتبوت في الحاله الرابعه بعد ما فهمتوا الموضوع كده؟ حد عارف ايه الكيو اللي كان اللي اطلع منه بالكاردياك اوتبوت في الحاله الرابعه اللي فاتت؟ كان في كلمه ايجكشن فراكشن. ايجكشن ايه؟ فراكشن. كان موجود في الحاله ايجكشن فراكشن. انتوا عرفتوا ايجكشن فراكشن دلوقتي عباره عن الستروك فوليوم على الاند ديستروك فوليوم في 100. خلاص ما هو ده. انت لو كنت على ايجكشن فراكشن هتتكلم على الكاردياك اوتبوت. ما الستروك فوليوم ده هو اللي بيأثر على الكاردياك اوتبوت، والاند ديستروك فوليوم ده اللي بيأثر على الكاردياك اوتبوت. هو ده الفكر، ده الاي لو بتاعه، ده الكيو اللي طلعته اللي طلع ايجكشن فراكشن ده. لو اتكلمت عليه بالتفصيل يبقى انت لازم تتكلم على الكاردياك اوتبوت. خلاص اي استفسار يا دكاتره؟ ماشي، شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا، التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه.